مشاهدينا متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناه الاهلي والاهلي في كل مكان. الاهلي فاز منذ قليل على فريق كرانسودار الروسي بخماسيه مقابل هدف واحد. الاهداف احرزها اكيد حضراتكم طبعا كلكم متابعين المباراه، لكن بفكركم وليد سليمان احرز هدفين في الشوط الاول بعد ما تقدم كرانسودار الروسي، وميدو جابر احرز هدفين مع اسلام محارب هدف في الشوط الثاني. 5 اهداف مقابل هدف، نتيجه كبيره جدا، نتيجه بتدل ان المعسكر كان على احسن ما يكون، واختتموا المعسكر بمباراه وفوز بخماسيه مقابل هدف واحد. اكيد هيبقى معانا تفاصيل كتير لما نجيب امير هشام على التليفون. امير هشام بصراحه عامل مجهود، كل يوم بقول انه عامل مجهود كبير جدا، لكن ده واجبنا كلنا عشان نقدم لكم احسن صوره ممكن ان احنا نقدمها لجماهير الاهلي في كل مكان. موضوع ازارو موضوع كبير جدا، قعدنا نقول ازارو مشي، وازارو مش عارف معروض فيه كام، والنادي الصيني عايز فيه كام، والاهلي عايز فيه كام، وفي الاخر خلاص قفلنا موضوع ازارو نهائيا. النجم محمد فضل اللي كان نجم هو لاعب وايضا نجم هو مدير التعاقدات مع كمان المعلم عدلي القيعي، انهوا الموضوع تماما. مش هينفع اي حد يتكلم على الاهلي، ومش هينفع اي حد يدخل مع الاهلي او يهزر مع الاهلي بصفه عامه، خصوصا كمان في موضوع التعاقدات. يعني احنا عندنا عدلي القيعي حاجه، يعني ما ينفعش انت تهزر معاه في تعاقدات اساسا، ومعاه كمان محمد فضل نجم واعد زي ما قلت لحضراتكم، كان نجم وانسان في منتهى او قمه في الاحترام والادب، وكمان ان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي في مكانه الجديد كمدير للتعاقدات بالنادي الاهلي. محمد سعيد طبعا زميلي قال باختصار عن موضوع ازارو، لكن انا عايز اقول لكم ان الموضوع كان النادي الصيني، اكيد حضراتكم كلكم عارفين ان هو تقدم بعرض رسمي لشراء النجم وليد ازارو. عارفين ان احنا طبعا وليد ازارو عندنا دلوقتي كل الجماهير ازاي ازارو، الاول كنا بنقول ازارو ازارو وبننتقد في ازارو ويا جماعه اصبروا، لغايه لما الحمد لله ازارو اثبت للجميع ان هو صفقه من العيار الثقيل. كنا كلنا في الاول كمان مستكثرين مبلغه، لكن لما قدم لنا اوراقه بشكل رسمي وبقى هداف للدوري دلوقتي بنقول ان هو فلوسه كانت يعني يا دوب. انتوا شفتوا العرض اللي كان مقدم من النادي الصيني حوالي 9 مليون اورو، فمبلغ كبير جدا. لكن محمد فضل قال، اقول لكم كلام بالتفصيل اللي قاله محمد فضل، قال ان ملف بيع وليد ازارو لاعب الفريق الاول لكره القدم لنادي فورتشن الصيني تم اغلاقه بصفه نهائيه بعدما كشفت المفاوضات التي دارت مع الجانب الصيني خلال الايام الماضيه عن امور بعيده عن الاحترافيه تماما، ولا يمكن للنادي الاهلي ان يشارك فيها. ده كلام محمد فضل، وطبعا كلام منطقي وكلام واقعي جدا جدا. عايز تدخل مع النادي الاهلي تدخل معاه باحترافيه، تدخل معاه لكن لف ودوران في الفاضي اكيد مش هينفع مع النادي الاهلي وحد بحجم عدلي القيعي ومعاه محمد فضل. طيب اضاف ان لجنه الكره كلفت محمد فضل بالتواصل مع النادي الصيني بعدما وافق الجهاز الفني على تلبيه رغبه اللاعب، وعليه قام فضل بالتفاوض مع نادي فورتشن حول المقابل المادي وبقيه شروط العقد بالتنسيق مع حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي، وتم الاتفاق على ان يحصل النادي الاهلي على مبلغ قدره 8 ملايين و600 الف اورو كاش و15% من عائد بيعه لاي نادي اخر. وارسل النادي الاهلي الى النادي الصيني ما تم الاتفاق عليه كتابه، وتلقى الموافقه على كافه بنود الاتفاق وفي مقدمتها المقابل المادي. انا بحكي لكم اللي حصل بالنص. فضل قال كمان انه بعد ذلك تلقى اتصالا هاتفيا من احد المحامين في انجلترا يخطره انه سيحضر للقاهره ممثلا للنادي الصيني لمناقشه بنود العقد، ورحب مدير التعاقدات واشترط في نفس الوقت ان يكون حضوره مصحوب بتفويض رسمي من نادي فورتشن الصيني. كلام واضح جدا. وصل المحامي الانجليزي للقاهره قبل يومين وعقد عده جلسات مع محمد فضل في حضور المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات لفتره زادت عن 13 ساعه. طلب خلالها المحامي اجراء بعض التعديلات على البنود، ومن هنا بقى جه الاختلاف وجه موضوع بقى ان احنا مش هينفع الكلام ده علينا خالص. ووضح من خلال طلباته او طلبات النادي الصيني ان عمليه البيع تدخل في مناطق او يعني وضح من خلال طلبات هذا المحامي ان العمليه داخله في مناطق مظلمه. ده كلام النجم محمد فضل، ولا يمكن للاهلي باحترافيته
أن يشارك في ذلك، حيث طلب ممثل النادي الصيني أن تتم عملية البيع على عقدين. طبعا كلام عمره أساسا ما دخل النادي الأهلي، 5 ملايين يورو تحت مسمى القيمة الشرائية للاعب، والعقد الثاني 3 ملايين يورو و600 ألف يورو تحت مسمى مقابل حقوق رعاية وهمية للأهلي. يعني أكيد طبعا الكلام مش داخل دماغ حضراتكم، كنتوا فتخيلوا بقى حد زي عادل الكوعي ومحمد فضل على أن تدفع الشركة الرعاية للنادي الصيني هذا المبلغ. وأفاد المحامي الإنجليزي أن هذه الخطوة مطلوبة حتى لا يتحمل النادي الصيني أي كلام بقى الضرائب في بلاده، وان الضرائب في بلاده مش عارف 100% ايه، وكلام اساسا احنا مالناش فيه ولا لنا علاقه بيه. ولما احنا قلنا خلاص احنا موافقين على بيع وليد ازارو، بدا الكلام يدخل في مناطق مظلمه على حد قول محمد فضل. طبعا النادي الاهلي رفض رفض قاطع طلبات النادي الصيني شكلا وموضوعا، كما رفض التعامل مع الشركه الرعايه للنادي الصيني في عمليه التعاقد لان ذلك يخالف لوائح الفيفا. ماشي. التعديل الثاني اللي طلبه المحامي هو تقسيط المبلغ على عدة دفعات، رغم ان هم قالوا الاول ان احنا ندفع المبلغ كله كاش، هندفع كاش 5 ملايين يورو عند توقيع العقد، ومليون يورو في شهر اكتوبر، و2 مليون يورو و600 الف يورو في يناير المقبل. دي كانت جدوله النادي الصيني للنادي الاهلي، والنادي الاهلي كان وافق عليها، لكن هو طلب طلبات غير كده. النادي الاهلي وافق على هذه الجدوله الا ان المحامي الانجليزي عاد وطلب تعديلا ثالثا، وهو ان تكون نسبه الاهلي متفق عليها من عائد بيع اللاعب 15% من المبلغ الذي يزيد عن القيمه الحاليه، بدلا من حصوله على ذات النسبه من قيمه بيعه كامله الى اي نادي اخر. ورفض النادي هذا الطلب ايضا. تعالوا بقى نشوف التعديل الثالث. التعديل الثالث انا قلت لكم طبعا، انتوا عارفين طبعا المهندس عادل الكوعي يعني مش محتاج ان انا اتكلم عليه، وان هو استاذ ومعلم في التعاقدات لعبته، يعني لعبته. وانا قلت لكم من زمان ان هو كانت لعبته المفضله هو صغار المقالب، كان بيعمل مقالب كتير جدا يعني في اصحابه، فمش هينفع نعمل مقلب في المهندس عادل الكوعي بعد العمر ده كله. المهندس عادل الكوعي حط شرط جزائي في تعاقد ازارو اذا تم، ان هو ما يتمش بيعه في خلال فتره التعاقد مع النادي الصيني لاي نادي داخل مصر. اقول لكم بالظبط برضو اللي قاله محمد فضل. التعديل الذي طلبه المحامي واثار علامات استفهام، ده كلام فضل، وهو الخاص بالبند الذي اصر الاهلي على وجوده في العقد في حاله بيع اللاعب او اعارته داخل جمهوريه مصر العربيه خلال فتره التعاقد، يحصل الاهلي على 5 ملايين يورو اخرى. يعني لو ازارو كان راح النادي الصيني ده وبعد كده النادي الصيني حب يعيره او يبيعه لنادي داخل مصر، النادي الاهلي هياخد 5 ملايين يورو ثانيه، كما يحصل الاهلي في نفس على نفس القيمه حال قيام النادي الصيني بفسخ التعاقد مع اللاعب. يعني مثلا جم قالوا لك ايه، احنا مش مشكله الفلوس اللي دفعناها في وليد ازارو، واحنا عايزين ايه نفسخ التعاقد. طيب هتفسخوه هتبيعوه هتعيروه جوه مصر، احنا هناخد 5 مليون يورو. هم اعترضوا على البند ده. طب اعترضتوا على البند ده ليه؟ ما تفهمش. طبعا انتوا فاهمين بس انا مش فاهم. وطلب الاهلي وجود هذا البند في عقد اي نادي اخر يشتري ازارو. يعني لو باع النادي، يعني هو قفل يعني من الاخر كده، المهندس عادل الكوعي قال انتوا عايزين وليد ازارو خدوه ثمنه كذا، لكن هتبيعه هتعيره هتفسخوا عقده هتبيعه لنادي تاني، والنادي التاني دوت يعمل نفس الكلام برضه، هيبيعه هيعيره هيفسخ له عقده، احنا كده كده هناخد 5 مليون يورو. قفل عليه كل حاجه. فطبعا الموضوع بقى بان ان هو يعني مش موضوع ازارو بقى، ومش موضوع ان انتوا عايزين تشتروا ازارو وخلاص، يعني انتوا مش عايزين تستفيدوا من اللاعب، انتوا بتتكلموا في حاجات اساسا. طب انتوا عايزين تفسخوا عقده؟ لا، انا مش هشتري مثلا مبلغ لاعب بمبلغ 9 مليون يورو وشويه وبعدين افسخ عقده، مش هشتريه وبعدين اعيره، ومش هشتريه وبعدين ابيعه. يعني برضو حاجه منطقيه، حاجه بالدماغ كده، ما تدخلش في دماغ اساسا في عقل عيل صغير. المهم خلاص عرفنا ان هو معترضين على البنود دي، واساسا خلاص عرفنا ان القصه كلها كده يعني فيها لعب ومش مفهومه. قال وازاء التعامل غير الاحترافي والتراجع عن العديد من البنود التي تم الاتفاق عليها كتابه وعدم وضوح الرؤيه من الجانب الصيني، قررت لجنه الكره اغلاق ملف بيع اللاعب وابلاغ الجهاز الفني باستمرار وليد ازارو مع الفريق الفتره القادمه والتركيز مع زملائه في البطوله المحليه والقرية. ماشي، قفلنا الموضوع وخلاص، واللي احنا يعني بالبلدي كده اللي احنا بنعمله في الناس مش هيتعمل فيه.
يعني احنا اللي بنجيب اللعيبه، واحنا اللي بنعمل كل حاجه، واحنا اللي عرفنا الناس ازاي يعملوا ويشتروا. يعني مانس عادل القيعي درس حاجات بصراحه، درس حاجات في التعامل، ودرس حاجات ازاي تجيب لعيب بمنتهى الاحترافيه وبمنتهى الشفافيه وبمنتهى المعلمه. فمش معقول يعني تيجي وتعملوا فينا احنا كده بقى. طيب خلينا ندخلكم في اجواء المباراه، وندخلكم برضو في اجواء وليد ازارو. معايا الدينامو مراسلنا وزميلي امير هشام. امير اهلا بك يا امير. اهلا بك، اهلا بك يا كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لكل المشاهدين ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. شكلك مجهد من الماتش. من المشوار بصراحه، احنا مشينا من كرواتيا ورحنا على سلوفينيا، وسلوفينيا هو لسه داخلين حدود كرواتيا من حوالي نص ساعه، وفي اتجاهنا ان شاء الله المطار عشان الطياره ان شاء الله هتكون الساعه 11 يعني، ونروح على مصر بقى ان شاء الله. يلا تيجوا بالسلامه، تنوروا الدنيا تاني. الله يسلمك. انتوا عارفين الاهلي لما كدا. يعني الاهلي لما بيخرج من مصر، مصر يعني ايه، عارف في نجوم كده بتطفي كده، فالاهلي بيجي طبعا. الاهلي بيجي بينورها والله، دي حقيقه والله. طبعا يعني طبعا دي حقيقه طبعا. النادي الاهلي فريق كبير جدا وليه جماهيره بشكل كبير جدا في كل مكان. خليني بالمناسبه اقول لك يا كابتن ميدو، احنا رحنا النهارده الملعب في سلوفينيا اللي اقيمت عليها مباراه النهارده، المباراه الاخيره للنادي الاهلي في المعسكر، وكان في جماهير جايه للاهلي مخصوص من النمسا وسويسرا عشان يتفرجوا على الفريق. فده يعني اكبر دليل على مدى حب الجماهير وعشقها للنادي الاهلي في كل مكان، وده شيء مميز جدا. وكل مكان الفريق بيروح دايما بيبقى ليه جمهور بيأذره، حتى لو مباراه وديه النهارده كانوا بيشجعوا بمنتهى القوه كان مباراه رسميه او نهائي دوري ابطال افريقيا يعني. فده الشيء بالشيء يذكر يعني يا كابتن. اكيد يا امير، يعني نتيجه كبيره يا امير 5-1. هل كرانس النهارده؟ تمام، اتفضل. النهارده طبعا مباراه او كانت اخر مباراه بالنسبه للفريق هنا في المعسكر. خلينا نستني واللاعبين استفادوا اكبر استفاده من المعسكر بشكل عام، وتحديدا من مباراه النهارده، لان النتيجه بتدل على مدى فهم اللاعبين واستيعابهم للفكر الخاص بمستر باتريس كاسيرون واللاعبين ينفذوا خلال المرحله اللي جايه. فبالتالي كانت مباراه مهمه جدا. مستر باتريس كاسيرون جرب فيها العديد من العناصر، وقف على مستويات بعض اللاعبين من الناحيه الفنيه ومن الناحيه البدنيه، كله شارك بشكل مميز جدا، كله ادى بشكل جيد، واضح جاهزيتهم ان شاء الله للمرحله المهمه المقبله. فبالتالي من هنا كانت اهميه المباراه، وفي سعاده عند الجهاز الفني باداء اللاعبين، رغم ان هي مباراه وديه، لكن اطمئنان مهم جدا للجهاز الفني قبل المرحله ان شاء الله اللي جايه امام فريق طبعا تاون شيب في دوري ابطال افريقيا واستئناف هذه البطوله الهامه تبتدي. يعني يا امير، اهم النقاط، انا دايما بسالك بقى كمشجع قبل ما تكون طبعا زميل، يعني اسالك في النقاط اللي انت شفتها كمشجع، اهم النقاط الايجابيه النهارده كانت ايه؟ يعني اهم النقاط الايجابيه النهارده تالق عدد من اللاعبين بالتحديد وليد سليمان، اللي قدر ان هو يحرز الهدف الاول والهدف الثاني. الهدف الثاني بالتحديد هدف جيد جدا جدا يعني، ما يجيبوش غير وليد سليمان، بصراحه لاعب كبير قوي، احد مكاسب الفريق في المعسكر بشكل عام مش في المباراه. النهارده الراجل بيأدي تدريبات بمنتهى القوه ومنتهى الجديه، وده شيء جيد ومؤشر جيد بالنسبه للاعب كبير زي وليد سليمان. فبالتالي دي احد المكاسب من مباراه النهارده من المعسكر بشكل عام. كمان الناحيه التكتيكيه والجمل اللي ابتدى اللاعبين ينفذوها في الشوط الثاني بالتحديد، واللي قدر النادي الاهلي ان هو يجيب منها اهداف، فده ايضا احد اهم الاشياء الايجابيه بالنسبه للفريق في المعسكر ده وفي مباراه النهارده بالتحديد، خصوصا ان احنا خلاص العد التنازلي لمباراه تاون شيب ان شاء الله يوم 17. وبالتالي يعني لما اللاعبين يكونوا فاهمين الفكر وفاهمين القطط والجمل اللي عايز ينفذها الجهاز الفني من دلوقتي، ده شيء ايجابي جدا. وكمان مع مرور الايام والمباراه الوديه الاخرى اللي هتبقى ان شاء الله في اسكندريه اذا اقيمت، يعني هيكون ايضا شيء ايجابي، ومن خلال التدريبات كمان هيكون شيء ايجابي بالنسبه للفريق ان شاء الله قبل المرحله المهمه المقبله، مباراه فريق تاون شيب. تمام، يعني وليد سليمان كان من اهم النقاط الايجابيه. امير هشام، وانا بتفرج على المباراه، يعني ايه اللي شفته في كالتيرون في اللعيبه؟ لا ما فيش، يعني كالتيرون راجل عنده ثقه كبيره جدا في نفسه اولا، وفي كل لعيبه النادي الاهلي واللي بيشاركوا، ما بيقومش يعني رغم ما بيقومش يوجه كتير اللاعبين، هو بيبقى مدي تعليماته قبل المباراه، محفظ لعيبته كويس جدا يعملوا ايه، بيراقب كمان. يعني خليني اقول لك ان المباريات دي بالتحديد او المباريات الوديه بيراقب تحركات اللاعبين، استيعابهم للشغل اللي هو عايز يعمله. فالراجل اكيد كان متابع بشكل جيد جدا، وكان مركز جدا على مستويات كل لاعب عشان يقدر يحدد احتياجات الفتره الجايه، يحدد التشكيل
اللي عايز يلعب دي المباريات. وخليني اقول لك يا كابتن ميدو، يعني نسبه خلاص 95% او ان لم يكن الاكثر كمان، مستر باتشيك كاسيرون استقر بشكل نهائي على التشكيل الاساسي اللي هيلعب مباراه كاونتش ان شاء الله، ان لم يحدث لا قدر الله اي حاجه. لا ان شاء الله باذن الله. هو الحمد لله مفيش اصابات خالص، الاصابه الوحيده كمان باسم علي اللي هو عنده جزع او عنده الام في اربطه الركبه. باسم علي احتمال ان هو يعني يلحق ان شاء الله معسكر اسكندريه، يلحق يتمرن مع الفريق، يعني هو التحسن مستمر وده شيء ايجابي. لكن فيما عدا باسم علي مفيش اصابات. كمان في ظل تواجد وليد ازارو خلاص بشكل رسمي اصبح او خلاص مش هيمشي خلاص من النادي الاهلي، فبالتالي هيخش احتراف الجهاز الفني. هو مش جاهز فنيا وده شيء طبيعي، هو بدنيا بس جاهز لكن فنيا لا، لانه ما كانش بيتمرن الايام السابقه تحسبا لرحيله، وكان الجهاز الفني خرجه بره حساباته. لكن بما ان الصفقه فشلت فبالتالي خلاص وليد ازارو لاعب في النادي الاهلي هيركز جامد الفتره الجايه علشان يقدر يساعد زملائه في الفوز في المباريات القادمه وان شاء الله المنافسه على مختلف البطولات النادي الاهلي شارك فيها. هو ده السؤال اللي كنت عايز اساله لك، ردود افعال الجهاز الفني يا امير، لو كان في ردود افعال على بقاء ازارو في الفريق وعدم بيعه. يعني خليني اقول لك يا كابتن ميدو، اللي بيبقى المستفيد الاكبر اللاعب لما يكون هيكون متواجد في النادي الاهلي، يعني لا ده اكيد، ده طبعا أكيد. يعني وليد ازارو حظه حلو جدا ان هو هيكمل في النادي الاهلي، ده حظه حلو جدا ان هو هيكون متواجد في النادي الاهلي الفتره الجايه، فالمستفيد الاكبر هو اللاعب. لكن الجهاز الفني بالنسبه له عنده كل البدائل لكل اللاعبين، من يرغب في الرحيل ما فيش مشكله، النادي الاهلي عمره ما بيقف على لاعب، لكن بما ان اللاعب خلاص متواجد في صفوف النادي الاهلي فبالتالي هو داخل حسابات الجهاز الفني. الجهاز الفني هيبتدي الفتره الجايه ان هو يركز مع وليد، يحط في حساباته على حسب طبعا. انا اقصد ايه يا امير؟ انا اقصد يعني من النهارده مثلا لما عرف باتريس كالترون ان ازارو موجود، عمل له تدريبه لوحده، كلمه انت قبل كده قلت لي ان وليد ازارو بيرحب جدا ان هو يستمر في النادي الاهلي لو عرض الاحتراف ما نجحش، وده اللي حصل. يعني هو وليد كان بالضبط. احنا قلنا قبل كده ان هو ماشي من ابواب النادي الشرعيه. بالظبط زي ما قلت لك قبل كده يا كابتن ميدو، اللاعب ما كانش عنده مشكله، يعني لو فشلت الصداقه عشان نبقى صراحة اكتر، الراجل كان جاي له عرض وكان يعني الرغبه عنده ان هو يرحل، وممكن يكون الجهاز الفني وافق له على كده، وخصوصا ان الجهاز الفني شايف ان هو عنده اكيد بدائل يعني لاي لعيب مش بس وليد ازارو. لكن بما ان الراجل كمل في النادي الاهلي وهو كمان كان قايل او هو كمان كان في دماغه ان لو هو كمل في النادي الاهلي هيزيده شرف وهيبقى شيء ايجابي بالنسبه له، وهيركز فيه بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، فبالتالي هو ما عندوش اي مشكله ولا اي تضرر. انا النهارده شايفه عادي خالص، اتكلم مع مستر باتريك كالتيرون شويه، خصوصا ان هما الاثنين بيتكلموا فرنساوي يعني، فاتكلموا مع بعض شويه النهارده قبل المباراه. بعد المباراه عمل بعض التدريبات التاهيليه بالنسبه له، الامور عاديه وطبيعيه جدا. وليد ازارو لاعب في النادي الاهلي وعليه ان هو يركز خلال الفتره الجايه عشان يبقى اضافه كالعاده، وزي ما تعودنا منه خلال الموسم الماضي كان هداف الدوري وهداف افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي، فبالتالي الجمهور بالتحديد جمهور النادي الاهلي بشكل كبير مستني من وليد ازارو الكثير، وان شاء الله يحقق اهداف كثيره جدا للنادي الاهلي. هو لاعب يعني خلينا نتفق ان هو اكيد لاعب مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله يكون اضافه للفريق الفتره الجايه. يعني امير، فريق كرانسدار، انا بنطقه صح كرانسدار ولا هو من غير نون؟ لان انا يعني في مواقع كاتبه كرانسدار وفي مواقع كاتبه كرانسدار. كرانسدار بالنون. انا رحت سالت الجهاز الفني عندهم بالتحديد على الاسم، الاسم بتاعهم غريب شويه. كرانسدار قال لي كرانسدار. تمام، هو ده الاسم الصحيح. يعني شكل مين في الدوري المصري؟ لا يعني مع احترامي لكل الفرق الموجوده في الدوري المصري، لكن هو اكيد يعني فرقه مش قويه قوي، مش اللي هي اللي تكون ند بشكل كبير للنادي الاهلي. هم ابتدوا المباراه بشكل كويس جدا، قدروا ان هم يتقدموا على النادي الاهلي بهدف في اول 10 دقائق او ربع ساعه بالتقريب. عملوا الشوط اول جيد، لكن النادي الاهلي قدر ان هو ينهي الشوط الاول من خلال ضربه جزاء احرزها وليد سليمان، وكمان قبل ما الحكم يتصفر على طول وليد سليمان احرز هدف رائع. هم كانوا ماسكين نفسهم في الشوط الاول شويه، لكن الشوط الثاني كبرات لاعبي النادي الاهلي وجاهزيتهم الفنيه والبدنيه هي اللي فرقت، وطبعا من فريق النادي الاهلي يعني فريق كبير جدا زي ما احنا عارفين. يعني نقدر نقول شكل انديه الوسط، نقدر نقول شكل انديه الوسط، شكل انديه القاع، شكل انديه القمه، شكل انديه الوسط. شكل انديه الوسط واستفاده كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي، واحتكاك قوي كبير جدا بالنسبه للفريق قبل المرحله المهمه المقبله. فبالتالي يعني مباراه النهارده، سواء مباراه بتاعت النهارده او مباراه اولمبيا اللي كانت من ثلاث ايام،
استفاده كبيره جدا فنيا وبدنيا وخططيا وتكتيكيا بشكل كبير جدا بالنسبه للاعبين خدت ايده بشكل عام. يعني خليني اقول لك المعسكر بصراحه يعني ممتاز ومتميز جدا، وكل الاهداف اللي كان بيسعى من خلالها او من خلال المعسكر ده الجهاز الفني انه يحققها تقريبا اتحققت من خلال الجاهزيه الكامله لكل اللاعبين من جميع الجوانب يا كابتن. الحمد لله الحمد لله. يعني انا مش هطول عليك، هسالك سؤال بس اخير، انتوا ان شاء الله راجعين فجر الثلاث باذن الله. بالظبط، احنا دلوقتي خلاص احنا في كرواتيا، رجعنا من فلسطين، احنا دلوقتي في كرواتيا وفي طريقنا للمطار. هنوصل المطار ان شاء الله يعني كمان بالظبط حوالي ساعه مثلا. بعد كده ان شاء الله طياره بتاعت الفريق او طياره خاصه بالنسبه للنادي الاهلي هتبقى في اتجاهها ان شاء الله للقاهره، هنطلع الساعه 11 ان شاء الله، الفريق يوصل الساعه 2:30 فجر ان شاء الله يا كابتن. يعني يا امير توصلوا بالسلامه ان شاء الله الثلاث اجازه، وهيبدا الفريق يشتغل او يتمرن تاني في التتش لغايه لما يدخل معسكره في اسكندريه. تخلى المعسكر لقاء ودي في اول ايام المعسكر على ما اتذكر، وان شاء الله يبقوا جاهزين يوم 17 لمواجهه تاون شيب البتسوين. اكيد ان شاء الله، اكيد نتمنى كل النادي الاهلي كل اللاعبين كل التوفيق ان شاء الله خلال المباراه دي. بكره اكيد هيبقى اجازه للفريق، هيستأنفوا بعديها ان شاء الله من خلال تدريبات مسائيه بالنسبه لفريق استعدادهم لتاونشيب حتى ميعاد المعسكر، واكيد هيبقى معسكر ايضا مهم جدا. هو معسكر يعتبر قبل المباراه بكام يوم، الفريق يبقى جاهز بشكل اكبر، يكونوا مركزين بشكل اكثر ان شاء الله، وبدايه جديده تكون للنادي الاهلي يا كابتن ميدو في دوري ابطال افريقيا بعد البدايه. يمكن الكاس ما فيش شويه الالباب كبيره، لكن ان شاء الله الفريق قادر ان هو يرجع في البطوله، ويمكن الجزئيه دي بالتحديد حصلت قبل كده في 2013 والنادي الاهلي قدر ان هو يحقق البطوله في النهائي. في النهائي كان الاهلي عنده نقطه واحده بس بعد اول مباراتين في دوري المجموعات، الحاله يمكن متشابهه شويه، وده التفاؤل اللي موجود عند جميع اللاعبين والجهاز الفني ان شاء الله ان هم يقدروا يحققوا نفس الانجاز ويرجعوا لنا البطوله الغاليه دي يا كابتن ان شاء الله. والله يا امير الفتره اللي فاتت دي الاهلي كسب فيها مكاسب كبيره جدا جدا، وان شاء الله كل حاجه تبقى في مصلحه النادي الاهلي. امير هشام زميلي، شكرا جدا جدا لهذه التغطيه المميزه. ده كان امير هشام طبعا ما شاء الله عليه، بيقول لنا كل كبيره وصغيره زي ما احنا متعودين مع حضراتكم ان احنا عايشكم في اجواء معسكر الاهلي في كرواتيا، واتكلمنا عن المباراه مع فريق كرانسودار، ووصفت له كمان شكل الفريق، هو هل شكل انديه الوسط، شكل انديه القاع، شكل انديه الوسط، لكن النتيجه بكل المقاييس كبيره. الجهاز الفني فرحان مش عشان النتيجه، الجهاز الفني فرحان عشان مدى استقبال اللعيبه لفكر باتريس كالترون اللي لسه كل يوم ان شاء الله يبقى عنده الراجل بس حاجه كويسه وحاجه ان شاء الله تزيد او تزود النادي الاهلي من النواحي الفنيه. خلاص قفلنا ملف وليد ازارو، اطمنتوا ان وليد ازارو باقي في القلعه، ازارو برضو يعني ربنا كرمه واحترف في اي مكان. النادي الاهلي يا جماعه ما شاء الله مليان نجوم ومليان محبين ومليان عاشقين يتمنوا بس يلبسوا فانيله النادي الاهلي. مؤمن زكريا، مؤمن زكريا برضو الناس بيتكلموا مؤمن زكريا، ومؤمن زكريا جاي له عروض، ومؤمن زكريا ومؤمن زكريا ومؤمن زكريا طلع قال يا جماعه والله العظيم انا ما بحبش اتكلم كتير، انا في النادي الاهلي وانا النادي الاهلي بالنسبه لي كذا وكذا وكذا وكذا. تعالوا نسمع كلام مؤمن زكريا نفسه ونرجع نتكلم عليه. انا شايف يعني حتى من معسكر اسكندريه شايف الامور ماشيه كويسه، ماشيه طبيعيه. الراجل كان لسه برضك بيتعرف على ناس، كان لسه بيشوف ناس، كان لسه في معسكر اسكندريه
كانت كلها بدني وكده. وآخر معسكر لعبنا مباراة اللي مع فاركو، وبعد كده لعبنا القاهرة، رجعنا لعبنا مع الشمس، ودي تكملة المعسكر في كرواتيا. معسكر ناجح الحمد لله، ماشي بشكل كويس، اللعيبة كلها بتأدي بشكل كويس. شايف ان خلاص انت بتستعد لمباراة بوتسوانا، فان شاء الله نقدر نوصل لفورم عالية بإذن الله من خلال المعسكر هنا ومن خلال ماتش الودي في القاهرة. نبقى جاهزين ان شاء الله يوم 17، مباراة مهمة بإذن الله. لعيبة النادي الاهلي بتبقى في مواقف صعبة ان شاء الله، يعني زي ما قلت قبل كده كان بطولة 2013 الاهلي كان عنده بونت ومن خلالها خد البطولة، فان شاء الله ربنا يكرمنا. عندنا يعني ماتشين بوتسوانا دول ماتشين مهمين، ان شاء الله يبقى ليك بستة، وبعد كده تفكر بإذن الله في الماتش بتاع كامبالا، بإذن الله يبقى تكسبه يبقى عندك 10 بونت. فنأمل إن شاء الله نقدر يعني واحدة واحدة نفكر بس في البطولة، وبعد كده إن شاء الله أول ما بتوصل وتخش أنت في الأدوار النهائية إن شاء الله يعني لعيبة النادي الأهلي لعيبة عندها خبرات، فبتوصل أول ما بتقرب من البطولة إن شاء الله يكون من نصيبنا بإذن الله. بس نفكر إن إحنا نعدي الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي. أي حد بيتمنى، النادي الأهلي عنده بطولات كتيرة، يعني اللعيبة هي اللي تستفاد في الأول والآخر بعد كده من البطولات. يعني النادي الأهلي عنده بطولات أفريقيا كتير، عنده دوري كتير، فأنت بتعمل حاجة شخصية ليك إن أنت تبقى حققت البطولة اللي هي ناقصة ليك مع النادي الأهلي. فإن شاء الله يكون من نصيبنا بإذن الله السنة دي. السنة اللي فاتت كان في بضلك إن أنت في النهاية خسرت، فأتمنى إن شاء الله ربنا يكرمني وأقدر أحضر البطولة بإذن الله. بطولة آسيا بطولة قوية جدا، الدوري هناك قوي، يعني أنا خسرت الدوري هناك على فرق بونت، والكاس طلعت قبل النهائي، وآسيا خرجت من دور الـ16، بس احتكاك قوي، كانت منافسة قوية، تجربة جديدة ليا، كان تحدي قوي ليا، في ظل إن أنا كان عندي مشاكل هناك، إن أنا كنت رايح مدرب كان بيلعبني فيرويد، الحمد لله اديت بشكل كويس، استفدت ان انا اتحط تحت ضغط اقوى، كانش حد لسه عارفك هناك، جاي من النادي الاهلي وجاي من لعيب منتخب مصر، بس هناك الدور كان قوي جدا، فاستفدت منها، تجربه كانت كويسه، وان شاء الله ربنا يكرمهم باذن الله ويقدروا يحققوا بطوله الدوري السنه دي باذن الله. انا من طبيعتي ما بتكلمش خالص، يعني انا بقالي اهو اربع سنين في النادي الاهلي، ممكن اكون ده تاني حوار لي او تالت حوار معاك، ما بتكلمش خالص، مش حابب ان اتكلم، ان مش كل شويه هتطلع تتكلم وكل شويه هتطلع توضح وكل شويه هتطلع ترد على ده، لا انا مركز في شغلي وده اللي اكل عيشي وده تركيزي، ان انا في الملعب على طول، مركز في الملعب، مش مركز في اي حاجه بره. طبيعي ان انت يجيلك عروض، انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا، فطبيعي ان يجيلك عروض من خلالها بقى النادي واقف ان انت هتطلع، زي ما انا رحت 6 شهور دول ولا 4 شهور النادي كان موافق، خلاص انا النادي محتاجني دلوقتي ورجعت دلوقتي وفي عروض، بس انا مش موافق، مش انا مش من النوعيه دي، لا بصر وبتاع حاجه مناسبه ليا ومناسبه للنادي، يعني اكيد اني شايف مصلحه ليا ان انا اطلع، اذا ما شاف مصلحه كان في وقتها ان انا لازم اطلع، بس انا ولا لعيب بقى بتاع مشاكل ولا حاجه، انا بركز في شغلي وخلاص، وما بحبش اصلا يعني اطلع اوضح وبتاع، لان مش هيفيد بقى، مش هيفيدني انا مؤمن بحاجه يعني. طبعا كابتن يوسف اكيد واحد من ابن مكان مخلص، هو كابتن سامي، كابتن مصطفى كمال، اكيد دول الناس في المكان عارفين النادي الاهلي، متربين في النادي الاهلي، كابتن يوسف حقق بطولات مع النادي الاهلي كلاعب وكمدرب وككل حاجه، الراجل كمان مش غريب على البطوله الافريقيه ولا على الدوري المصري، ان الراجل كان ماسك هنا في مصر، فعارف لا النادي الاهلي بحجمه، وحتى الراجل ما بيتكلم بيقول لك انا انتم محط ان انا كنت امسك النادي الاهلي، فهو الراجل عارف امكانيات لعيبته وامكانيات النادي الاهلي، وهو شخص لذيذ جدا ومحترم جدا، وكل الفرقه بتحبه كشخص الاول، وكتمرين الراجل قدر يحقق بطوله افريقيا مع مازيمبي، وصل لكاس العالم للانديه، حقق مركز كويس مع ديجلا، فان شاء الله يكون لنا نصيب معاه ونقدر نحقق بطوله افريقيا باذن الله. ما كنتش متوقع ان احنا نخرج من الدور الاولاني، انا قلت هنعدي الدور الاولاني بسبب ان منتخب مصر منتخب مش ضعيف، لا منتخب قوي، قدر يوصل لبطوله افريقيا وللنهائي ووصل لكاس العالم، فده كان حلم الشعب المصري. بس ايه اللي حصل بقى، ما يعني في اقاويل كتيره بتتقال وبتاع، فانا كلعيب ما بتكلمش في الحاجات دي، دول دي زمايلي، وكان كنت انا واحد من ضمنهم، ما حصليش نصيب ان اكون متواجد معاهم في كاس العالم، بس اكيد اي واحد كان موجود من 23 كان بيأدي، كان بيخلص، ممكن ما كانش في توفيق، بس ما فيش اي واحد كان بيبخل ان هو يلعب او يتمرن وكل حاجه، بس هي بدلك يعني.
ما فيش اي لعيب قصر، ما فيش اي لعيب عمل حاجه كان ممكن يعملها لا وما عملهاش، لا كانت كل لعيبه مركزه، كل لعيبه كانت بتعمل طموحات ليها، كان كله بيتمنى ان هو يلعب في كاس العالم. بس فاكيد طبعا كان حلم ان كل واحد يلعب كاس عالم. ممكن انت كنت بقالك فتره مش كاس عالم، الاجواء الموضوع، بس انا اقول لك حاجه، كاس عالم ده بالذات كله مفاجآت، كل يوم عنده طموح مع النادي الاهلي. يعني انا خلاص خدت السنه اللي فاتت دوري وكاس وسوبر، كنت اتمنى ان احقق بطوله افريقيا بس ما حصلش نصيب، وصلنا للنهائي. ان شاء الله هنبدا بماتشين افريقيا باذن الله، بطوله هتبدا موسم اهو بماتشين ببطوله، وبعد كده تخش على الدوري وعندك كاس وعندك سوبر وعندك بطوله عربيه. فان شاء الله يعني ربنا يكرمنا نقدر نمشي خطوه خطوه، وفي كل بطوله نخشها نقدر نكون بإذن الله احنا المركز الأول فيه. بقول لهم وحشتوني، وإن شاء الله بإذن الله أكون عند حسن ظنكم، وأتمنى إن انتوا تكونوا موجودين معانا في يوم 17، هيبقى ماتش مهم إن شاء الله تكونوا رقم واحد لينا، ونتمنى بإذن الله إن نحضر بطولة أفريقيا ونحرزها كلنا إن شاء الله من خلال جمهور النادي الأهلي بإذن الله. حضراتكم يعني سمعت كلام مؤمن زكريا بيتكلم الراجل بمنتهى الشفافيه وبمنتهى الموضوعيه وبمنتهى الصراحه كمان. قال انا لما يبقى في عرض ليا، انا الاول انا ما بحبش اتكلم، وطلعت اتكلمت حوالي مرتين ثلاثه، لما بيكون في عرض ليا ومناسب والنادي موافق عليه ومناسب للنادي ما فيش مشكله خالص. طب انا لو في عرض ليا والنادي مش موافق او العرض مش مناسب للنادي، انا برده ما عنديش اي مشكله خالص، وقاعد في النادي ومبسوط وزي الفل ومفيش اي حاجه. فاحنا عايزين يا جماعه يعني مش اي حاجه نسمعها نروح طالعين كاتبين ومش عارف ايه، لا عايزين احنا كده دايما في دار اللعيبه في دار النادي زي ما احنا متعودين مع حضراتكم كلكم، سواء في السوشيال ميديا او اللي بره السوشيال ميديا، كلنا في ظهر لعيبتنا كلنا في ظهر نادينا، محتاجين تشجيع والدعم الايجابي وبس. الفتره دي زي ما انتم شايفين كلها كده تخبطات، لكن الاهلي بيفضل في الاخر كبير وجميل وفوق الجميع. ايضا شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي برضو اتكلم في تقرير هتسمعوه حالا دلوقتي، اتكلم برضو عن اهميه المعسكر وعن دور اللعيبه وعن جديتهم في المعسكر والتزامهم وتركيزهم، والكل متاهب لمباراه يوم 17 امام بطل بتسوانا تاون شيب. نطلع نشوف برضو شريف اكرامي قال ايه في التقرير كله، ونرجع لحضراتكم نتكلم على هذا التقرير. انا شايف ان المعسكر طبعا كان مهم جدا جدا، جهاز فني جديد بالكامل، فكان مهم ان هو يقفل على اللعيبه اطول فتره ممكنه، وخصوصا ان اللعيبه ما كان كان في لعيبه في المنتخب بقالهم فتره طويله، وعلي معلول كان في مع منتخب تونس، فكان مهم ان المعسكر ان احنا ننضم، لان مهم مستر كارتيرون ان هو يشوف القوام كله، وعشان يقدر ان هو يشوف يبقى في نظره كامله لكل العناصر وكل اللعيبه. فاعتقد ان احنا وجودنا هنا الحمد لله كان مهم، واندمجنا بسرعه جدا مع اللعيبه، لان هم احنا مش غراب على بعض، وزائد ان برضو حصل اندماج مع الجهاز الفني، برضو كابتن يوسف مش جديد علينا، وبقيه اعضاء الجهاز الفني كلهم ولاد النادي الاهلي، وعندهم من المرونه انه وصغر السن هم يقدروا يتكافوا سريعا مع اللعيبه. وانا متفائل جدا ان من بدايه من المعسكر ده ان الموسم ده ان شاء الله يبقى النادي الاهلي بشكل تاني غير الشكل اللي انهينا بيه. يعني عندنا من التجارب والتحديات حاجات اصعب من كده وعدينا بيها، رجوعا ب 2013، مش هقول لك السنه اللي فاتت، هقول لك على السنه اللي احنا خدنا فيها بطوله افريقيا. 2013 حصل لنا اخفاق في اول مباراتين، برضه تعادلنا وخسرنا تاني ماتش على ملعبنا وخدنا البطوله. انا بقول كده مش عشان اطمن الناس بس، ولا بقول لهم ان احنا عندنا من الثقه وعندنا من الخبرات ان احنا اتعاملنا مع مواقف اصعب من دي، والحمد لله عديناها طول ما احنا نبقى قادرين والاجواء كلها مساعدانا.
فانا اعتقد ان احنا رقم واحد قادرين، رقم اتنين الاجواء كلها ايجابيه ومساعدانا جدا، فبالتالي الكوره بقى في ملعبنا احنا. فيعني البدايه ان شاء الله هتكون من الماتش الجاي، ما عندناش اي فرصه غير ان احنا نكسب عشان نعدل المسار، والمباراه اللي بعدها لازم هنكسب برضو ان شاء الله. فخلينا بس نفكر في خطوه خطوه، المباراه الجايه احنا يعني ما عندناش اختيار تاني، وكلنا ايمان عن قناعه ان احنا هنكسب. فدي برضو من خلال قناه الاهلي، انا مش عايز الناس تقلق، احنا ما فيش حد برضو بيقعد ببطوله زي ما انا قلت قبل كده كتير، لان ده مش في الكوره، انما انت بتوعد ان انت هتموت نفسك وهتقاتل ولحد اخر لحظه، وعلى قد قتالك هيكون مكافئتك يعني. فان شاء الله يبقى قتلنا في البطوله دي يوصلنا للفاينل، وان شاء الله نبقى بطل افريقيا. جمهور النادي الاهلي ملوش علاقه بالكلام ده كله، جمهور النادي الاهلي ليه علاقه انه عايز فريقه بتكسب، وده دورنا بس. فبتهيألي الاجواء كلها مناسبه ان احنا دلوقتي نحقق المطلوب مننا، والبدايه هتبقى ان شاء الله الماتش الجاي. يعني انا عاده ما بقيمش لا مدربين فاتوا ولا مدربين جايين طول ما انا بلعب كوره، لان دي مش اختصاصي، انا لعيب بس. حتى لو كان لي راي او قناعه مش من حقي ان انا اتكلم فيها اعلاميا يعني. انا متفائل لكذا سبب، لان يعني معظم الناس انا يعني اتعاملت معاهم قبل كده، سواء يعني كابتن محمد يوسف اتعاملت معاهم مدير فني، واتعاملت معاه هو مدرب مساعد وهو مدرب عام قبل كده كتير، وكابتن سامي قمصان مش غريب عليا، ما كان موجود في قطاع الناشئين في النادي وفي الدرجه الاولى احتكيت بيه على فترات، وكابتن مصطفى كمال لعبت قدامه كتير، وليندمان كان موجود مع مارتينيول، فالموضوع برده مش غريب يعني. هو الاول مره اتعامل معاه هو مستر باتريس كارتيرون، والانطباعات الاوليه كلها ايجابيه جدا، راجل بيحترم اللعيبه كلها وبيقدرها وقريب منها، وبيهتم باللعيب اللي بيلعب واللعيبين اللي ما بيلعبش، دي حاجه مهمه جدا، وبيحترم اللعيبه الكبيره وبيقدرها، وفي نفس الوقت ما بيقللش من احترام اللعيب الصغير. فكل دي في نادي زي النادي الاهلي تفاصيل مهمه، تفاصيل صغيره بتفرق جدا، ممكن التفاصيل دي تنجح او تفشل، ممكن يبقى في الاول في اخر تبقى تفصيله صغيره ما تفرقش مع الناس، بس لا هي مؤثره جدا في الروح المعنويه للفرقه ككل مش للاشخاص. فانا متفائل جدا، وصغر سن معظم الجهاز الفني ده حاجه ايجابيه جدا، يبقوا في مرونه وقريبين من سن اللعيبه، فبالتالي الامور دي كلها امور ايجابيه يعني. بس فانا متفائل ان شاء الله. الجمهور المصري يعني احنا مدينين ليه باعتذار، جايز انا ما جاتش فرصه ان انا يعني اتكلم في التلفزيون او اتكلم على البلاتو على السوشيال ميديا او على تويتر، لان انا عاده بتكلم، بس انا كنت فعلا كنت حزين جدا وما كنتش لاقي كلام مناسب يتقال، لان انا فعلا كنت محبط جدا، مش محبط بس عشان احنا خرجنا، ومحبط كمان ان احنا ظهرنا بالاسلوب ده. فانا بعتذر وبتاسف جدا للشعب المصري، كنت اتمنى ان الحلم ينتهي بشكل احسن من كده. ده كان كلام النجم شريف اكرامي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الاهلي، وفي نهايه كلامه اتقدم باعتذار للجماهير المصرية عن ما حدث في روسيا. طيب نطلع نشوف اخبار قطاع الناشئين. احنا طبعا متعودين معاكم ان احنا بنطمنكم على كل حاجة بتحصل في النادي الاهلي. قطاع الناشئين زي ما بقول لحضراتكم كل يوم بيشهد اقبال كبير جدا في اختباراته اللي بتقام حاليا فرع مدينة نصر، اعداد مهولة بتروح نادي الاهلي كل يوم علشان يقولوا شوفوا ولادنا. كل امنيات الاهالي ان هي تشوف ولادها لابسين تيشيرت النادي الاهلي وبيتمرنوا في النادي الاهلي ويشوفوهم نجوم كبار زي اللي احنا بنشوفهم دلوقتي كده ويعرفوا قيمه النادي الاهلي. كابتن فتحي مبروك، معاك كابتن هاني رمزي، اثنين نجوم كبار جدا او نجمان كبيران جدا جدا. كابتن فتحي مبروك زي ما عودنا دايما عند حسن ظن الجميع بيه في اي مكان هو بيمسكه، سواء في الفريق الاول او في قطاع الناشئين، سواء هو حتى مدرب في قطاع الناشئين او مدير فني قطاع الناشئين او رئيس قطاع الناشئين. معاه كمان الكابتن هاني رمزي، عنده خبرات كبيره جدا، خبرات احترافيه وخبرات في كل الدوريات اللي لعب فيها. كابتن هاني رمزي بينقل اكيد خبراته للناشئين، الناشئين محتاجين دايما نجوم كبار عندها خبرات دوليه قبل ما تكون محليه، ان هم ينقلوا خبراتهم ويوقفوهم على الطريق الصحيح. ان شاء الله تكون اختبارات ناجحه، وان شاء الله الاهلي يطلع منها بالهدف المنشود، هو حتى لو اعداد مش هنقول كبيره لكن اعداد مميزة، تكون نجوم في المستقبل القريب إن شاء الله. كمان نروح للألعاب الجماعية، والأهلي بيستضيف معسكر المنتخب الأندونيسي للكاراتيه.
الاهلي بيستضيف تدريبات منتخب اندونيسيا للكاراتيه على صاله الكاراتيه بفرع مدينه نصر، وذلك ضمن استعداد المنتخب الاندونيسي لبطولتي اسيا ودوره الالعاب الاسيويه خلال الاشهر المقبله. كان معايا النجمه جيانا فاروق، اعتقد من حلقتين نؤديها يعني نجمه كبيره جدا ونجمه وزنها فعلا ذهب، 8 بطولات ذهب، وشفنا معاها البطولات بتاعتها اللي خدتها في البطولات او مختلف البطولات اللي شاركت فيها، حاجه جميله قوي، حاجه تخليك كده فخور ان هي نجمه اهلاويه ونجمه مصريه. عشان كده الدكتور مهند مجدي استقبل المنتخب الاندونيسي في صاله الكاراتيه بمدينه نصر امس، ووجه مهند مجدي الشكر لبعثه المنتخب الاندونيسي للكاراتيه والتي حضرت الى مصر كامله برئاسه نائب رئيس الاتحاد الاندونيسي والجهاز الفني للمنتخب تحت قياده المدرب المصري محمد عبد الله وعشر لاعبين بينهم لاعبان اثنان من ابطال العالم. المنتخب الاندونيسي هيستمر معسكره 10 ايام في القاهره ويؤدي تدريباته على صاله الكاراتيه بفرع النادي الاهلي بمدينه نصر طوال هذه الفتره. طيب معانا تقرير، نشوف هذا التقرير عن لعبه الكاراتيه ونرجع لحضراتكم على طول. انا بتشرف بكوني منتمي لاسره الكاراتيه. صحيح احنا كلنا كمجلس الاداره بنتحرك على كل المحاور بشكل متوازي، لكن لما بيكون في حاجه بتمس مكان انت عشت فيه سنين بتحس برضو طبعا ان ده بيضيف لك، بتحس بقيمه الموضوع. فاحنا هنا الحمد لله كاسره من جهاز فني ومدربين ولاعيبه، كلنا هنا اخوات وزمايل بقالنا عمر، بينا وبين بعض عشره عمر، مواضيع وبطولات كتير وحزن كتير وفرح كتير، فتلاقيه دايما الجو الاسري هنا هو اللي بيطغى على الموضوع، دايما قافلين على بعض، مشاكلنا ما بتخرجش بره ودايما بنحل مواضيعنا بنفسنا، وده السائد الحمد لله في النادي الاهلي في كل الالعاب الحمد لله. احنا عندنا توجهات في مجلس الاداره ان احنا في على جميع الاصعده وجميع الالعاب بن 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 بنرسخ اسم النادي الاهلي، فلما يكون اسم زي لعبه الكاراتيه في النادي الاهلي هي على مستوى العالم، الناس كلها عارفه قد ايه الاسم ده كبير، الناس كلها عارفه او يمكن الناس ما تعرفش ان النادي الاهلي هو اكبر نادي على مستوى العالم، عنده لعيبه بيلعبوا باسم النادي الاهلي مسجلين تحت اسم النادي الاهلي في لعبه الكاراتيه. احنا اكبر نادي على مستوى العالم مسجل تحت اسمه ابطال عالم بيلعبوا باسم النادي الاهلي وحصلوا على ميداليات في بطولات العالم المختلفه، ناشئين والشباب والدرجه الاولى في الكاتا وفي الكوميتيه، فده عامل قيمه كبيره جدا للنادي الاهلي احنا بنستفيد منها في الفتره الحاليه، والانديه بتستفيد منها بانها بتيجي تعلي من مستواها وتستفيد بحاجه زي كده. النادي الاهلي عنده اسم كبير جدا، احنا زي ما انت قلت استضفنا المنتخب الماليزي، وبناء على الرياكشن والانطباع لدى المنتخب الماليزي تم طلب المنتخب الاندونيسي ان هو يعمل معسكره عندنا. المنتخب السعودي بقاله اكتر من كذا سنه بنستضيفه هنا على ارض صاله مدينه نصر في معسكراته الدائمه قبل كل بطوله مهمه بالنسبه له بيجي يعسكر عندنا في النادي الاهلي، كل ده عمل قيمه كبيره جدا، الناس كلها مستفيده بالمكان وبالمستويات اللي بيلعبوها. فالحمد لله المنتخب الاندونيسي عنده مهمه صعبه جدا، ما هيطلع من هنا على بطوله اسيا في الاردن، والمهمه الاصعب منها دوره الالعاب الاسيويه على ارض اندونيسيا، فهم بناء على كده اختاروا اكبر دولتين على مستوى العالم في مجال الكاراتيه، فراحوا بفريق الكاتا لليابان وجم بفريق الكوميتيه لمصر واختاروا النادي الاهلي، طبعا مش هيلاقوا محطه احسن من كده. ده شرف كبير لينا ان احنا نبقى في النادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي النادي الاول في مصر وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا، يعني هم طبعا عارفين الكلام ده كويس، واحنا اخترنا النادي الاهلي عشان هو فعلا واجهه مشرفه لمصر والمصريين وكل الشرق الاوسط كله. اختيارنا لمصر لان مصر فعلا قويه جدا 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 في الكاراتيه، ومصنفه من اول 4 دول على العالم بقالها 10 سنين، واختيارنا النادي الاهلي لان النادي الاهلي فعلا قلعه في الكاراتيه وحاجه مشرفه جدا وواجهه مشرفه لمصر، وفي ابطال عالم طبعا كتير زي ما انتم عارفين، زي الدكتور مهند مجدي كان من اوائل ابطال العالم كانوا موجودين، زي جيانا، ابراهيم مجدي، احمد اشرف، فلو قعدت اعد من هنا لبكره مش هنخلص ابطال العالم. يعني لو حد عاوز يعمل معسكر يعني في مصر وفي القاهره بالخصوص هيبقى النادي الاهلي الاختيار رقم واحد، يعني على اساس ان فعلا في
عدد من اللاعبين كبير جدا في جميع الاعمار وفي جميع المستويات يعني. فانت ما عندكش حد حتى او مكان احسن من النادي الاهلي انك انت تعمل فيه معسكر تدريبي هنا. النادي الاهلي معروف ان فيه ابطال عالم كتير جدا ولاعيبه كتير جدا احنا هنستفاد منها، فده حاجه كويسه جدا لينا قبل بطوله اسيا في الاردن ودوره الالعاب الاسيويه في اندونيسيا. Egypt all sometime go to championship. مصر فيها في فئة الناشئين والشباب وتحت 21 سنة فيها لاعبين أقوياء جدا وفي الرجال أيضا والأنسات، فهو شايف إن المستوى هنا كويس جدا إن إحنا نعمل معسكر تدريبي ونستفيد بيه عشان البطولات اللي إحنا هنشارك فيها في الفترة الجاية. Different here with Indonesia. ان الفرق هنا وبيننا وبين اندونيسيا في الكاراتيه عامه ان هم بيتمرنوا هناك على الشغل الاساسيات القديمه اللي هو التراديشنال، الشغل التقليدي بتاع زمان. هنا في تطور جامد في الكاراتيه يعني في الفايت في القتال مع بعض يعني في تطور جامد، احنا عايزين نوصل لكده فعشان كده احنا يعني جينا نستفيد من الكلام ده. ذا فيرست وان الفتح الاول اللي هو بدوره الالعاب الاسيويه في اندونيسيا يعني عايز احقق فيها نتيجه كويسه جدا، والهدف بعد دورة الألعاب الآسيوية إنها تشارك في الأولمبيات اللي هي في 2020 في طوكيو أول أولمبيات للكاراتيه. أهلا بحضراتكم من جديد، ده كان كلام الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي في واستقباله لبعثة أندونيسيا. تعالوا نروح لموضوع تاني، زيارة الكابتن محمود الخطيب لمنتجع مرسى مطروح. أكيد حضراتكم طبعا شفتوا خلال اليومين اللي فاتوا كابتن محمود الخطيب كان في زيارة لمنتجع مرسى مطروح للاطمئنان على المنتجع وطلب منه إنشاء أكاديمية في مرسى مطروح، وكابتن محمود الخطيب قال إن شاء الله نشوف الموضوع، حددوا بس أنتوا ملعب أو مكان وإن شاء الله إحنا هنخلي فيه أكاديمية على مستوى عالي تليق بمرسى مطروح كمان وبالنادي الأهلي أكيد كمان. اطمن على المنتجع بصفة عامة وطلب كمان زيادة عدد الغرف ل 30 غرفة زيادة، وطلب سرعة إنهاء التراخيص اللازمة لإنشاء 30 غرفة، يعني اهتمام كبير واهتمام بالغ. كمان الأعضاء كانوا مرحبين جدا بالكابتن محمود الخطيب وكان بالنسبة لهم يوم عيد. تعالوا نشوف التقرير ده عن رأي أعضاء منتجع مرسى مطروح في المنتجع ونرجع لحضراتكم على طول. أول مرة أجي المنتجع بعد تحديثه، أنا بقالي 12 سنة حضرت أيام الخيام، فهو روح النادي الأهلي إن إحنا كلنا حاسين إحنا قاعدين في بيتنا، جاري اللي جنبي صاحبي وزميلي ما عرفوش بس في ود، إحنا في الآخر بنقول النادي الأهلي وكلنا في الآخر رافعين شعار إيه النادي الأهلي فوق الجميع. بصراحة أنا رحت أندية كتير وحاجات يعني رحت حتت كتيرة ما شفتش زي كده، انا اول مره اجي بتاع ده لو اني مشترك بقالي 20 سنه او 25 سنه ما شفتش يعني اولا الناس اي حاجه بتتلبى على طول وبسرعه يعني لغايه ما انا مش مصدق يعني مش مصدق الناس دي كده بالاهتمام دوت وبالروح دي وبالاخلاق دي. المنتجع ممتاز من اول ما وصلت، الامن محترمين جدا، ناس خدتني قالت لي الشنط طلعتها لي لحد الشاليه، الشاليه نظيف جدا، كفايه ان انا جيت ببنتي انا مش خايفه عليها يعني هي بتلعب حواليا انا مش قلقانه عليها. هو ده النادي الاهلي، هو عودنا على كده، هو باين من واحنا بنقعد كاعضاء في النادي، ما بالك في منتجع وفي مصيف اللي هو اصلا معانا اطفال ومعانا ولاد هيبقى عامل ازاي. انا اول مره اجي منتجع مطروح، تحفه تحفه بجد، مش بكذب ولا بنافق، انا فعلا اول مره اجي المنتجع. انا رحت مصايف كتيره وتبع نوادي القوات المسلحه وتبع شركات، انا ما لقيتش زي مصيف منتجع النادي الاهلي، هادي جدا، حتى لو ما نزلتش البلاش كفايه ان انا هقعد في التراس هشم هوا هشوف البحر احس بالهدوء. قبل ما بنطلب حاجه بتكون فعلا موجوده، مش مخليين جهد على جهدهم بصراحه، وربنا يبارك لهم، وده اللي احنا دايما تعودنا عليه من النادي الاهلي فعلا. من سنه تقريبا 2008 اول سنه جيت فيها المنتجع هنا، جيت كذا مره من بعديها، كل مره بلاقي في تغيير على المره اللي قبليها، في تطور كبير جدا في المنتجع،
كل سنه بيجي الاقي حاجه جديده. طبعا الخدمه ممتازه جدا والجو جميل هنا والموقع حلو والخدمه كويسه جدا وفي كل حاجه كويسه يعني الحمد لله. مكان تحفه والاستقبال كان رائع جدا من كل العاملين يعني في المنتجع. والشاليه دخلنا شفناه بسم الله ما شاء الله يعني جميل جدا وحاجه نظيفه يعني تليق بالنادي الاهلي فعلا. انا اول ما جيت طبعا فوجئت طبعا بان المكان بتاع النادي الاهلي موجود في المكان العبقري دوت. فهو الفيو من هنا رائع 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 يعني. المكان هنا حلو جدا والهواء حلو وحتى يعتبر مكان في وسط مرسى مطروح تقريبا، هو يعني قريب تقريبا لكل حاجه. اهلا بحضراتكم من جديد، ده كان تقرير عن زياره كابتن محمود الخطيب وكان معاه كابتن محمد مرجان مدير تنفيذ النادي الاهلي، وشفتوا قد ايه الاعضاء وقد ايه كلامهم ان المنتجع حاجه تليق باعضاء النادي الاهلي. كمان الاداره التنفيذيه نجحت في زياده عدد الافواج من 18 فوج ل 26 فوج مع تخصيص 13 فوج لرواد النادي. ان شاء الله من تطور لتطور ونشوف حاجة أجمل إن شاء الله مع مجلس الإدارة بقيادة كابتن محمود الخطيب. عايز أقول لكم إن 24 يوليو موعد اجتماع الجبلاية لحسم ملف مدرب المنتخب. يعني مش عايزين نستعجل إن إحنا يوم 24 لازم نجيب منتخب، فيعني إن شاء الله ناخد فترة وناخد وقتنا ونشوف مدرب يكون فاهم لطبيعة الكرة المصرية، يكون فاهم لطبيعة الكرة العربية، يعرف يعمل منتخب لبعد كده لسنين، يبقى عنده استراتيجيه معينه، مش اللي هو جاي هتطلعكم افريقيا جاي هتطلعكم كاس عالم. لا، احنا عايزين حاجه تخلينا احنا كمصريين نحس ان احنا عندنا منتخب قوي، عندنا منتخب يقدر ينافس، يقدر يدخل بطوله، يقدر يروح لمراحل في بطوله. لكن مش عايزين كل شويه بقى قلبنا ونقعد ندعي ربنا، يعني كتير قوي الدعاء كتير قوي، لكن هنقعد ندعي وهنقعد نقول الروح والدم واولادنا يروحوا هناك يقعدوا يجروا جري السنين، وفي الاخر الروح والجري مش هما كل حاجه، الروح عمرها ما كانت كل حاجه. الروح هتدي لك شوط ونص، لكن بعد كده مش هتشوف، يعني هتقعد نص شوط مش شايف، شوط مش شايف، المباراه اللي بعديها مش هتشوف خالص. فالروح والحماس عمرهم ما كانوا كل حاجه في الكوره، وانا قلت لحضراتكم الكلام ده قبل كده. فعايزين مدرب يبقى عنده استراتيجيه، اتحاد الكره يعمل له يقول له احنا عايزين 1 2 3 4، عايزين يعني 6 سنين قدام، 7 سنين قدام، 10 سنين قدام، 15 سنه قدام، اعمل لنا استراتيجيه للمنتخب بتاعنا، عايزين نشوفه في مراكز متقدمه في كل البطولات. مش لازم تودينا افريقيا يبقى ده حلم حياتنا، نروح كاس العالم يبقى ده حلم حياتنا، احنا بنروح نلعب ماتش ونيجي. فمش ده الهدف بتاعنا. فيوم 24 موعد اجتماع الجبليه لحسم ملف مدرب المنتخب. يا رب يكونوا يعني استقرنا على منتخب، على مدرب المنتخب لغايه يوم 24، لكن مش شرط، لو ما لقيناش مش شرط. المجلس اداره اتحاد الكره برئاسه المهندس هاني ابو ريده يوم الثلاثاء 24 يوليو ان شاء الله حدد موعد مبدئي لاجتماعه المقبل، والذي سيشهد حسم ملف المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني خلفا للارجنتيني هيكتور كوبر، والذي انتهى تعاقده بعد مشاركة الفراعنة أو بعد خروج الفراعنة من مونديال روسيا 2018. مش هنتكلم بقى خلاص، ملوش لازمة الكلام على هيكتور كوب. الأيام اللي فاتت كان في مفاوضات مكثفة، كنت قلت لكم إن كابتن حازم إمام بيقعد مع هيرفي نيرارد علشان يشوف هو في دماغه إيه، ممكن يدرب المنتخب المصري، شروطه إيه، الدنيا عنده إيه. يا ريت رينارد مدرب عالي جدا، يا ريت، لكن أعتقد إن هو عنده عروض كبيرة قوي من دول أوروبية. كمان في سكولاري وفي كارلوس كروش، يعني أسماء كبيرة، لكن احنا عايزين اسم مفيد. ما هيكتور كوبر اسمه كبير على فكرة، لكن كان بعد نجوم بصراحة، يعني مش عايز أقول لكم كان بعد مين، أكيد أنتوا عارفين، كان الظاهرة رونالدو كان بيقعده، نجوم كبيرة كان بيقعدها. فيعني مش شرط اسم كبير، احنا عايزين حد يعمل لك لمسة، أنت كمشاهد للكورة أو بتفهم كورة تقول والله الراجل ده عنده حاجة كويسة، الراجل ده يودينا في حتة كويسة، لكن مش كلنا نقول ده وحش وحد يقول لا حلو. فإن شاء الله كل التوفيق لمجلس إدارة اتحاد الكورة إن هو يشوف مدرب يليق باسم الكورة المصرية ويعمل لنا طفرة نوعية حتى في كورتنا المصرية.
مشاهدينا متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناه الاهلي والاهلي في كل مكان. الاهلي فاز منذ قليل على فريق كرانسودار الروسي بخماسيه مقابل هدف واحد. الاهداف احرزها اكيد حضراتكم طبعا كلكم متابعين المباراه، لكن بفكركم وليد سليمان احرز هدفين في الشوط الاول بعد ما تقدم كرانسودار الروسي، وميدو جابر احرز هدفين مع اسلام محارب هدف في الشوط الثاني. 5 اهداف مقابل هدف، نتيجه كبيره جدا، نتيجه بتدل ان المعسكر كان على احسن ما يكون، واختتموا المعسكر بمباراه وفوز بخماسيه مقابل هدف واحد. اكيد هيبقى معانا تفاصيل كتير لما نجيب امير هشام على التليفون. امير هشام بصراحه عامل مجهود، كل يوم بقول انه عامل مجهود كبير جدا، لكن ده واجبنا كلنا عشان نقدم لكم احسن صوره ممكن ان احنا نقدمها لجماهير الاهلي في كل مكان. موضوع ازارو موضوع كبير جدا، قعدنا نقول ازارو مشي، وازارو مش عارف معروض في كام، ونادي الصيني عايز في كام، والاهلي عايز في كام، وفي الاخر خلاص قفلنا موضوع ازارو نهائيا. النجم محمد فضل اللي كان نجم هو لاعب وايضا نجم هو مدير التعاقدات مع كمان المعلم عدلي القيعي، انهوا الموضوع تماما. مش هينفع اي حد يتكلم على الاهلي، ومش هينفع اي حد يدخل مع الاهلي او يهزر مع الاهلي بصفه عامه، خصوصا كمان في موضوع التعاقدات. يعني احنا عندنا عدلي القيعي حاجه، يعني ما ينفعش انت تهزر معاه في تعاقدات اساسا، ومعاه كمان محمد فضل نجم واعد زي ما قلت لحضراتكم، كان نجم وانسان في منتهى او قمه في الاحترام والادب، وكمان ان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي في مكانه الجديد كمدير للتعاقدات بالنادي الاهلي. محمد سعيد طبعا زميلي قال باختصار عن موضوع ازارو، لكن انا عايز اقول لكم ان الموضوع كان النادي الصيني، اكيد حضراتكم كلكم عارفين ان هو تقدم بعرض رسمي لشراء النجم وليد ازارو. عارفين ان احنا طبعا وليد ازارو عندنا دلوقتي كل الجماهير ازاي ازارو، الاول كنا بنقول ازارو ازارو وبننتقد في ازارو ويا جماعه اصبروا، لغايه لما الحمد لله ازارو اثبت للجميع ان هو صفقه من العيار الثقيل. كنا كلنا في الاول كمان مستكترين مبلغه، لكن لما قدم لنا اوراقه بشكل رسمي وبقى هداف للدوري دلوقتي بنقول ان هو فلوسه كانت يعني يا دوب. انتوا شفتوا العرض اللي كان مقدم من النادي الصيني حوالي 9 مليون اورو، فمبلغ كبير جدا. لكن محمد فضل قال، اقول لكم كلام بالتفصيل اللي قاله محمد فضل، قال ان ملف بيع وليد ازارو لاعب الفريق الاول لكره القدم لنادي فورتشن الصيني تم اغلاقه بصفه نهائيه بعدما كشفت المفاوضات التي دارت مع الجانب الصيني خلال الايام الماضيه عن امور بعيده عن الاحترافيه تماما، ولا يمكن للنادي الاهلي ان يشارك فيها. ده كلام محمد فضل، وطبعا كلام منطقي وكلام واقعي جدا جدا. عايز تدخل مع النادي الاهلي تدخل معاه باحترافيه، تدخل معاه لكن لف ودوران في الفاضي اكيد مش هينفع مع النادي الاهلي وحد بحجم عدلي القيعي ومعاه محمد فضل. طيب اضاف ان لجنه الكره كلفت محمد فضل بالتواصل مع النادي الصيني بعدما وافق الجهاز الفني على تلبيه رغبه اللاعب، وعليه قام فضل بالتفاوض مع نادي فورتشن حول المقابل المادي وبقيه شروط العقد بالتنسيق مع حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي، وتم الاتفاق على ان يحصل النادي الاهلي على مبلغ قدره 8 ملايين و600 الف اورو كاش و15% من عائد بيعه لاي نادي اخر. وارسل النادي الاهلي الى النادي الصيني ما تم الاتفاق عليه كتابه، وتلقى الموافقه على كافه بنود الاتفاق وفي مقدمتها المقابل المادي. انا بحكي لكم اللي حصل بالنص. فضل قال كمان انه بعد ذلك تلقى اتصالا هاتفيا من احد المحامين في انجلترا يخطره انه سيحضر للقاهره ممثلا للنادي الصيني لمناقشه بنود العقد، ورحب مدير التعاقدات واشترط في نفس الوقت ان يكون حضوره مصحوب بتفويض رسمي من نادي فورتشن الصيني. كلام واضح جدا. وصل المحامي الانجليزي للقاهره قبل يومين وعقد عده جلسات مع محمد فضل في حضور المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات لفتره زادت عن 13 ساعه. طلب خلالها المحامي اجراء بعض التعديلات على البنود، ومن هنا بقى جه الاختلاف وجه موضوع بقى ان احنا مش هينفع الكلام ده علينا خالص. ووضح من خلال طلباته او طلبات النادي الصيني ان عمليه البيع تدخل في مناطق او يعني وضح من خلال طلبات هذا المحامي ان العمليه داخله في مناطق مظلمه. ده كلام النجم محمد فضل، ولا يمكن للاهلي باحترافيته
أن يشارك في ذلك، حيث طلب ممثل النادي الصيني أن تتم عملية البيع على عقدين. طبعا كلام عمره أساسا ما دخل النادي الأهلي 5 ملايين يورو تحت مسمى القيمة الشرائية للاعب، والعقد الثاني 3 ملايين يورو و600 ألف يورو تحت مسمى مقابل حقوق رعاية وهمية للأهلي. يعني أكيد طبعا الكلام مش داخل دماغ حضراتكم، كنتوا فتخيلوا بقى حد زي عادل الكوي ومحمد فضل على أن تدفع الشركة الرعاية للنادي الصيني هذا المبلغ. وأفاد المحامي الإنجليزي أن هذه الخطوة مطلوبة حتى لا يتحمل النادي الصيني أي كلام بقى الضرائب في بلاده، وان الضرائب في بلاده مش عارف 100% ايه، وكلام اساسا احنا مالناش فيه ولا لنا علاقه بيه. ولما احنا قلنا خلاص احنا موافقين على بيع وليد ازارو، بدا الكلام يدخل في مناطق مظلمه على حد قول محمد فضل. طبعا النادي الاهلي رفض رفض قاطع طلبات النادي الصيني شكلا وموضوعا، كما رفض التعامل مع الشركه الرعايه للنادي الصيني في عمليه التعاقد لان ذلك يخالف لوائح الفيفا. ماشي. التعديل الثاني اللي طلبه المحامي هو تقسيط المبلغ على عدة دفعات، رغم ان هم قالوا الاول ان احنا ندفع المبلغ كله كاش، هندفع كاش 5 ملايين يورو عند توقيع العقد، ومليون يورو في شهر اكتوبر، و2 مليون يورو و600 الف يورو في يناير المقبل. دي كانت جدولة النادي الصيني للنادي الاهلي، والنادي الاهلي كان وافق عليها، لكن هو طلب طلبات غير كده. النادي الاهلي وافق على هذه الجدوله الا ان المحامي الانجليزي عاد وطلب تعديلا ثالثا، وهو ان تكون نسبه الاهلي متفق عليها من عائد بيع اللاعب 15% من المبلغ الذي يزيد عن القيمه الحاليه، بدلا من حصوله على ذات النسبه من قيمه بيعه كامله الى اي نادي اخر. ورفض النادي هذا الطلب ايضا. تعالوا بقى نشوف التعديل الثالث. التعديل الثالث انا قلت لكم طبعا، انتوا عارفين طبعا المهندس عادل الكوي يعني مش محتاج ان انا اتكلم عليه، وان هو استاذ ومعلم في التعاقدات لعبته يعني لعبته. وانا قلت لكم من زمان ان هو كانت لعبته المفضله هو صغار المقالب، كان بيعمل مقالب كتير جدا يعني في اصحابه، فمش هينفع نعمل مقلب في المهندس عادل الكوي بعد العمر ده كله. المهندس عادل الكوي حط شرط جزائي في تعاقد ازارو اذا تم، ان هو ما يتمش بيعه في خلال فتره التعاقد مع النادي الصيني لاي نادي داخل مصر. اقول لكم بالظبط برضو اللي قاله محمد فضل. التعديل الذي طلبه المحامي واثار علامات استفهام، ده كلام فضل، وهو الخاص بالبند الذي اصر الاهلي على وجوده في العقد في حاله بيع اللاعب او اعارته داخل جمهوريه مصر العربيه خلال فتره التعاقد، يحصل الاهلي على 5 ملايين يورو اخرى. يعني لو ازارو كان راح النادي الصيني ده وبعد كده النادي الصيني حب يعيره او يبيعه لنادي داخل مصر، النادي الاهلي هياخد 5 ملايين يورو ثانيه، كما يحصل الاهلي في نفس على نفس القيمه حال قيام النادي الصيني بفسخ التعاقد مع اللاعب. يعني مثلا جم قالوا لك ايه، احنا مش مشكله الفلوس اللي دفعناها في وليد ازارو، واحنا عايزين ايه نفسخ التعاقد. طيب هتفسخوه هتبيعوه هتعيروه جوه مصر، احنا هناخد 5 مليون يورو. هم اعترضوا على البند ده. طب اعترضتوا على البند ده ليه؟ ما تفهمش. طبعا انتوا فاهمين بس انا مش فاهم. وطلب الاهلي وجود هذا البند في عقد اي نادي اخر يشتري ازارو. يعني لو باع النادي يعني هو قفل يعني من الاخر كده، المهندس عادل الكوي قال انتوا عايزين وليد ازارو خدوه ثمنه كذا، لكن هتبيعه هتعيره هتفسخوا عقده هتبيعه لنادي ثاني والنادي الثاني دوت يعمل نفس الكلام برضه، هيبيعه هيعيره هيفسخ له عقده، احنا كده كده هناخد 5 مليون يورو. قفل عليه كل حاجه. فطبعا الموضوع بقى بان ان هو يعني مش موضوع ازارو بقى، ومش موضوع ان انتوا عايزين تشتروا ازارو وخلاص. يعني انتوا مش عايزين تستفيدوا من اللاعب، انتوا بتتكلموا في حاجات اساسا. طب انتوا عايزين تفسخوا عقده؟ لا، انا مش هشتري مثلا مبلغ لاعب بمبلغ 9 مليون يورو وشويه وبعدين افسخ عقده، مش هشتريه وبعدين اعيره، ومش هشتريه وبعدين ابيعه. يعني برضو حاجه منطقيه، حاجه بالدماغ كده، ما تدخلش في دماغ اساسا في عقل عيل صغير. المهم خلاص عرفنا ان هو معترضين على البنود دي، واساسا خلاص عرفنا ان القصه كلها كده يعني فيها لعب ومش مفهوم. قال هو ازاء التعامل غير الاحترافي والتراجع عن العديد من البنود التي تم الاتفاق عليها كتابه وعدم وضوح الرؤيه من الجانب الصيني، قررت لجنه الكره اغلاق ملف بيع اللاعب وابلاغ الجهاز الفني باستمرار وليد ازارو مع الفريق الفتره القادمه والتركيز مع زملائه في البطوله المحليه والقرية. ماشي، قفلنا الموضوع وخلاص، واللي احنا يعني بالبلدي كده اللي احنا بنعمله في الناس مش هيتعمل فيه.
يعني احنا اللي بنجيب اللعيبه واحنا اللي بنعمل كل حاجه واحنا اللي عرفنا الناس ازاي يعملوا ويشتروا. يعني مانس عادل القاي درس حاجات بصراحه، درس حاجات في التعامل، ودرس حاجات ازاي تجيب لعيب بمنتهى الاحترافيه وبمنتهى الشفافيه وبمنتهى المعلمه. فمش معقول يعني تيجي وتعملوا فينا احنا كده بقى. طيب خلينا ندخلكم في اجواء المباراه وندخلكم برده في اجواء وليد ازارو معايا الدينامو مراسل. نروح لخبر تاني، انتخابات رابطه الانديه المحترفه نهايه اغسطس. كمان المهندس محمود الشامي رئيس رابطه الانديه المحترفه كشف انه سيتم اجراء انتخابات للرابطه نهايه شهر اغسطس او بدايه شهر سبتمبر المقبل تشكيل المجلس الجديد للرابطه. واضاف الشامي انه سيتم انتخاب رئيس ونائب وثلاث اعضاء من قبل انديه الدوري الممتاز ال 18 على ان يختار اتحاد الكره عضوين ليكون عدد الاعضاء 7 اعضاء، يعني رئيس واثنين نواب وثلاث اعضاء، واتحاد الكره يختار عضوين يبقى العدد 7 اعضاء. الشامي قال انه مستمر في عمله باداره رابطه الانديه لحين الانتخابات الجديده والتي سيتم تحديد موعدها النهائي بعد كاس العالم والمقرر انتهاءه 15 يوليو. احنا عايزين نعمل روابط وعايزين، انا مش عايز كل حاجه بصراحه اقدمها لكم سلبيه، لكن هي في الحقيقه الصوره بتبقى كده للاسف، يعني للاسف. بس ان شاء الله اعتقد ان احنا هنتعلم من الحاجات الكتيره اللي فاتت، اعتقد ان احنا هنخطط باذن الله الفتره اللي جايه اسماء كبيره في الاتحاد، لكن عايزين ان شاء الله نشتغل وان شاء الله نبين للناس ان شاء الله حاجه كويسه الفتره اللي جايه. رابطه الانديه المحترفه دي حاجه مهمه جدا برضو، ان شاء الله يكون ليها دور وليها راي، وده الاهم، مش نعمل رابطه من غير اي اختصاصات، ان شاء الله يكون ليها اختصاصات واختصاصات كمان تفيد الكره المصريه. كده اخبارنا، اعتقد ان احنا غطينا كل اخبار النادي الاهلي اللي تخصنا احنا كاهلاويه، وغطينا كمان اخبار اتحاد الكره واللي بيحدث في اتحاد الكره، قلت لكم كمان عن الفريق واللي اللي بيحصل في المعسكر. ان شاء الله كل التوفيق فيما هو قادم للنادي الاهلي وجماهيره. فقره واحد اهلاوي اللي متعودين ان احنا كل يوم بنتكلم عن رمز ونجم جميل من الزمن الجميل، والكابتن الكبير الكابتن طه اسماعيل. كابتن طه اسماعيل احد ابرز نجوم النادي الاهلي، اكيد طبعا عارفين حضراتكم الشيخ طه اسماعيل، كابتن طه اسماعيل، رمز طه اسماعيل. حصل على ألقاب كبيرة جدا وإنجازات كبيرة جدا وبطولات كتيرة جدا الكابتن طه إسماعيل أو الشيخ اللاعبين طه إسماعيل. الشيخ طه إسماعيل ولد في فبراير 1939، وكمان ولد بمنطقة المعادي. عشان خلينا في تفاصيل أكتر بكتير من الكلام ده، نروح نشوف هذا التقرير الصوتي عن النجم طه إسماعيل ونرجع نعلق عليه مع حضراتكم. أحد أبرز نجوم النادي الأهلي على مدار تاريخه في حصد العديد من البطولات والإنجازات التي رسمت له مسيرة ناجحة كلاعب وكمدرب. هو شيخ اللاعبين طه إسماعيل. ولد في فبراير عام 1939 بمنطقة المعادي، منتميا لعائلة كروية، حيث أن شقيقه هو مصطفى إسماعيل نجم الأهلي في الخمسينيات من القرن الماضي. بدأ طه إسماعيل مسيرته مع النادي المصري القاهري بمصر القديمة قبل أن يكتشفه شيخ الكشافين في ذلك الوقت عبد البقال عام 1957 لينضم للأهلي بصحبة النجم السابق ميم الشربيني. مثل اللاعب طه إسماعيل النادي الأهلي في مختلف المسابقات. البداية مع الفريق الأول كانت عندما استدعاه المدير الفني للأهلي في ذلك التوقيت المجري تيد كوتش لأحد المباريات الاستعراضية بمعسكر الفريق بمرسى مطروح ليتمكن من تسجيل هدفين. بعد أدائه المميز خلال المباراة أصبح طه إسماعيل ضمن كتيبة اللاعبين الأساسيين. كانت أول مباراة له مع الفريق الأول عام 57 أمام الزمالك
بملعب الفريق الأبيض القديم. انتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما، سجل فيها طه هدف. امتاز الشيخ طه بمجهوده الوفير وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، حيث لعب في مركز الدفاع الأيسر كما لعب كجناح أيسر وفي قلب الهجوم. طه إسماعيل خلال مسيرته الكروية كلاعب حصل على الكثير من الألقاب، حيث حقق 9 بطولات مع النادي الأهلي، منها 4 بطولات للدوري، بينما حصل على لقب الكأس في 3 مناسبات بالإضافة إلى دوري القاهرة عام 58، علاوة على كأس الجمهورية المتحدة عام 61. على الصعيد الدولي كان ضمن كتيبة منتخب مصر التي توجت بكأس أمم إفريقيا عام 59. أما على مستوى الألقاب الشخصية فحدث ولا حرج، حيث فاز بلقب هداف الفريق الأحمر في الدوري العام مرتين، بينما جاء ثانيا كهداف للأهلي في كل المواسم ما عدا موسم 64-65، وذلك لإصابته في أولمبياد طوكيو. كما توج النجم الأهلوي الملقب بقاعدة الصواريخ بلقب أفضل لاعب في مصر عامي 61 و 62. الشيخ طه كما يحب أن يلقب، سجل مع المارد الأحمر طوال مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء 81 هدف. اتخذ نجم الأهلي السابق قراره باعتزال اللعبة، قرر التحول إلى العمل التدريبي، فسافر نهاية عام 67 إلى ألمانيا الشرقية للحصول على دورات تدريبية متقدمة في التدريب. على المستوى التدريبي تولى طه إسماعيل تدريب منتخبات الأردن، السعودية، المنتخب الوطني الأول. أبرز إنجازاته التدريبية عندما تولى قيادة المارد الأحمر خلفا لزميله محمود الجهري، محققا لقب الدوري موسم 86-87، ليقود الكتيبة الحمراء إلى الاحتفاظ بكأس الكؤوس الإفريقية لفوزهم به للمرة 3 على التوالي. حروف من ذهب تكتب في تاريخ الكرة المصرية بعنوان طه إسماعيل. نجم كبير طبعا، زي ما سمعنا في التقرير نجم تكتب حروف اسمه من ذهب، الكابتن طه اسماعيل او الشيخ طه اسماعيل. ياما عمل الكره المصريه، ياما عمل الكره الاهلاويه، وحصد الكثير من البطولات والالقاب. حاجه جميله فعلا تليق باسم النادي الاهلي. تعالوا كمان نشوف اراء الجماهير المصريه في الكابتن الكبير الكابتن طه اسماعيل. كابتن طه اسماعيل من الجيل القديم اللي يعتبر قدوه للعيبه الجداد، وحاليا هو طبعا دارس فن الكوره ومحلل ممتاز، بحب اسمعه وبتابع برامجه كويس جدا يعني. وبعدين مطلع على الحديث ومطلع على اسماء اللاعبين والفرق والتكتيك بتاعهم والمدربين، الحقيقه بيعجبني تحليله جدا. كابتن طه راجل يعني كان ذو خبره عظيمه في المجال الكروي، وكان فعلا من العمالقه الموجودين، وحقيقه له احترام خاص ومعزه خاصه في قلبي. طبعا كلنا سمعنا تحليلاته، وطبعا هو لاعب، طبعا مش انا اللي هشهد للكابتن طه اكيد يعني، بس هو كمحلل محلل رائع، بنستمتع بتحليله لانه فعلا يعني فنيات بيشرحها بتفاصيل دقيقه جدا، بيفهم حتى الجمهور اللي مش فاهم في الكوره بيستمتع بتعليق كابتن طه. ربنا طبعا يديله الصحه، محلل من الطراز الاول، حتى طريقه تحليله اولا منطقيه وبتدل على خبره، وخبره غير عاديه. وطبعا ده كان لاعب في النادي الاهلي وكان علم من اعلام النادي الاهلي، فانا بيعجبني تحليله جدا 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 وتقييمه للاعبين. طبعا انا اتذكر الدكتور الشيخ طه اسماعيل من الستينات، واتذكر كل مبارياته في اللي كان بيلعبها في الدوري ايام ما كان مع صالح سليم ورفعت الترجيلي والعواضين
والشلة إياها كلها يعني دي كلها طبعا أنا فاكرهم لأن حضرتهم وكنت بحضر لهم في الملعب. وطبعا إحنا ما ننساش أو أنا بالذات ما ننساش أهداف الدكتور طه إسماعيل وأهدافه اللي كان بيجيبها في المباراة الدولية. يعني ربنا يديك الصحة، يعني شاهد على التاريخ، يعني شايف الكابتن طه اسماعيل ورفعت الفناجين، شايف أسماء كبيرة جدا، ربنا يديك الصحة. ودايما كده مصر عامرة بالنجوم الكبار. كلمت معاكم في أخبار النادي الأهلي كلها في الفقرة بتاعتنا الأولى، وكلمنا في الأخبار العامة كمان. دلوقتي هنطلع فاصل عشان نستقبل نجم مصر ونجم النادي الأهلي كابتن الكبير كابتن فوزي سكوتي. نلتقي بكم من مقر ملك كتابة بقناة الأهلي. كل حلقة هتلاقوا جديد، وكل حلقة هتلاقوا إضافات مختلفة جدا. إحنا هنتحمل هذه المسؤولية. كنوز تحكي سر العظمة، سر عظمة الأهلي، سر بطولاته، سر إنجازاته. ده جه مع ريال مدريد، هتستنى كام سنة عشان تلعب على مناسبة زي دي مع بطل القرن الأوروبي؟ هو ده نادي الدولة؟ طب هو نادي الدولة منين؟ حل اتحاد الكرة هل هو حل للأزمة ولا تكريس للأزمة؟ سكوت الأهلي والتزامه بالمعايير الرياضية النظيفة والسليمة بيتهم غلط يا باشمهندس. لا احنا بنحضر عفريت ومارد مش هنعرف نصرف. صعب يكون موجود على مستوى العالم في نادي في الألعاب الجماعية الثلاثة خد الثلاث بطولات القارية اللي شارك فيها. ملك كتابة الليلة الساعة 9 مساء على قناة الأهلي. وليد سليمان وشنطة الإجوان وكأنه كلمة السر. وليد سليمان، وليد سليمان على طريق كريستيانو، وليد سليمان يلقي بكلمة افتتاح ويضع النادي الأهلي في المقدمة. وليد سليمان الورقة الجوكر للمدرب البدري. إنما وليد إيه؟ لعيب من اللعيبة اللي عندها حلول. يا ولد يا ولد يا ولد يا وليد يا سليمان. حضراتكم من جديد مستمرين معاكم ونورنا وشرفنا النجم الكبير نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن كبير كابتن فوزي سكوتي. اهلا وسهلا كابتن ميد، وحشني. وكاس العالم واخدنا كلنا، لكن احتفاليه جميله الصراحه ونفسنا ما تخلصش. اكيد يعني أكيد. احنا كبتوع كوره نفسنا تستمر العمليه دي بالشهر شهرين كمان، يعني كده نستمتع بالاجواء والجماهير واللعيبه. وكان نفسنا نستمتع بمنتخبنا برضه. طبعا منتخب مصر يعني شويه يعني كان نفس الناس يعني كان الناس نفسها يصعدوا بس يعني يصعدوا دور واحد بس يعني نقعد شويه. قعدنا 28 سنه يعني نقعد يعني اسبوعين حتى في كاس العالم. 28 سنه صعدنا كاس عالم. السنه الجايه بقى ان شاء الله يعني 2022 لو لينا عمر
نصعد بقى الدور اللي بعده يا رب يا كابتن. يبقى يعني بس عايز التخطيط من دلوقتي. لا لازم لما يجي وقتها بقى. كنت لسه والله بتكلم ان احنا عايزين وقتها نتكلم في وعايزين مدير فني. هنتكلم عن مدير فني بس قبل ما ندخل في اي حاجه، انا كنت قبل ما استقبل حضرتك كنت بتكلم عن النجم الكبير الكابتن طه اسماعيل. طبعا لو حضرتك عايز برضه انت عارف الكابتن طه اسماعيل اللي حببني في الكوره وانا صغير فعلا كنت بحبه جدا. تمام. بجد كنت احبه جدا وهداف جامد جدا. يعني يمكن الاجيال القديمه عارفه الكابتن طه اسماعيل، الاجيال الجديده يعني عارفين الاسم طبعا وعارفين النجم نجم النادي الاهلي بس ما شافوش لعبه. شافوا تحليله. شافوا تحليله دلوقتي. كان زمان اللعيبه لعيبه كوره فعلا. يعني انت عارف الموهبه ربانيه من عندهم فعلا. حتى كل اللعيبه اي مركز موهبه ربانيه. كل واحد ليه شخصيته. يعني كنا تملي تشوف اللعيب بظهره الناس يقول لك ده فلان من ظهره والله كابتن ميدو، وهو بيجري يقول لك ده فلان. في ناس بتقعد في الاستاد، الاستاد كبير فيعني بيبقى اللعيب بيبقى قد كده صغير. فبيجي عليه مثلا هو قاعد في الاستاد فوق خالص ولا حاجه فيعرف من الجري يقول لك ده لعيب فلان فعلا. الرقم ده ده لعيب فلان. دلوقتي احنا ممكن نشوف لعيبه ما نعرفهمش. الموضوع اختلف. كابتن طه اسماعيل يعني ربنا يديله الصحه وبيسعدنا بالتحليلات بتاعته وربنا يديله الصحه والعافيه يا رب ان شاء الله يا رب. الماده اثرت على الموهبه حاليا وخايف على النادي الاهلي من الموضوع ده. لا النادي الاهلي ما تخافش عليه. انا مش خايف على النادي الاهلي. خايف ان الماده بدات احنا تربينا في النادي الاهلي. كابتن ميدو انت عارف طبعا تربيت في النادي الاهلي. نمره واحد اخلاصك للنادي، للفانيلا الحمراء، شرف ليك بعيد عن اي غرض مادي بامانه بجد. دي مش كلام، مش كلام يا كابتن ميدو، دي حقيقة. نمره واحد. يعني انا اقول لك حاجه، الكباتن بتاعتنا الكبار كابتن الخطيب وكابتن مصطفى عبده ومختار ومصطفى يونس فتحي مبروك، المجموعه اللعيبه الكبيره واللي قبليهم حسام حسن وحسام البدري وطاهر ابو زيد، كل اللعيبه النجوم اللي كانت موجوده في النادي الاهلي، ومش عايز انسى حد طبعا، نجوم كتير جدا. كله كان بيتمنى ان يلعب في النادي الاهلي بدون ما يمضي. والله يا كابتن الغد انا لعبت في النادي الاهلي يا كابتن ميدو ما مضيناش على استماره، كابتن الخطيب ما مضاش على استماره، مفيش مقدم عقد، مفيش كذا. لما اشتغلت مدرب في النادي الاهلي ما مضيناش على استماره، عقد. انت عايزينك تعالى، مش عايزينك شكرا. فتربينا على كده. دلوقتي ما كانش المادة فيه لغه الاحتراف. بص يا كابتن ميدو الماده فعلا بقت طاغيه جدا على اللعيبه كله. يعني انا بنصح اللعيبه بتاعتنا بالذات لعيبه النادي الاهلي الكبار ان ربنا كرمهم وكرمهم من واسع، وهو من حقه انه يطلب اعلى لو شاف ان حد اعلى منه في نفس المكان اللي هو فيه يطلب اعلى او يتساوى بيه مثلا. ممكن اقول لا بس اداؤه فين وبيأدي ايه وبيدي للنادي ايه. فده حقه ان هو بس لو وده حد تاني يتساوى بيه، لكن ما يجيش يقول ده. الكلام ده بيبقى معايا في الاوضه المغلقه، اتعودنا على كده يا كابتن ميدو. الاوضه المغلقه جوه النادي ولا حد يدرى ولا حد يعرف ايه اللي بيحصل. ولا الاعلام بيتكلم ولا الصحافه بتتكلم، محدش يعرف حاجه. جوه الاوضه كابتن انا بقعد بقول رايي واللي هم هيقولوا عليه انا موافق عليه. ده اللي هو اصول الكوره، اصول اللي بيحب النادي الاهلي. موضوع بقى الاحتراف وهدفع كذا وانت هتاخد كذا وفي حاجه اعلى دي طبعا دي يعني انا بقول انت بدل ربنا كرمك ووصلت المستوى وعملت اسم في النادي الاهلي وعملت اسم وبتلعب في منتخب وبتلعب في كل حته وربنا اداك، احمد ربنا على اللي انت خدته. بالظبط. وهيجي لك. يعني بجد بجد والله يا كابتن ميدو. بالظبط. تملي البني ادم اللي هو بيبقى قنوع باللي ربنا اداهوله، وطبعا كل واحد بيسعى ان هو يزود دخله مش عيب. اكيد. بس بيبقى في حدود، في حدود انك انت الجماهير. يعني عايز اقول لك الجماهير عملت ايه مع عبد الله السعيد؟ مع ان عبد الله السعيد يعني من اللعيبه يعني من احسن اللعيبه اللي كانت موجوده في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت طبعا. والجماهير بتعشقه يعني جماهير النادي الاهلي. بس اول ما الحته بتاعتنا لسه الموضوع الاحتراف والحاجات دي، اول ما هيروح نادي الخصم او هيمشي هيروح حته تانية جماهير خلاص قالت لك ايه يروح. بالظبط. مش عايزينه. يعني حتى الجماهير دلوقتي بقت فاهمه اللي بيعايز النادي ورزقك ده هتاخده وربنا يكرمك. بالظبط. بالظبط. هو الاهلي يعني دي نصيحه مني للعيبه الكبار الموجوده في النادي الاهلي، ويعلموا اللعيبه اللي دخل عليهم جداد في النادي الاهلي ان اللي يلبس الفانيلا الحمراء بجد يحمد ربنا انه لبس الفانيلا الحمراء ورزقه هيجيله. والله يا كابتن انا تاكيدا لكلامك عن الاهلي كان ولازال وهيفضل ان شاء الله الناس هي اللي عايزاه والناس هي اللي بتروح له.
لا النادي الاهلي بتجري عليه الاهلي ده حاجه كبيره. انا كان مش عارف كان في كنا بنتكلم على قطاعات الناشئين وبعدين قلت لهم يا جماعه سجلوا الكلام ده، يقول انا نفسي وانا هموت وروحي وقلبي وربنا بيكرمك. وزي ما حضرتك بتقول اللي بيجري ورا الفلوس امر فلوس ما بتروح، لا مش هت لكن اللي بيجري ان هو يثبت ذاته وان هو يجتهد ويعني يتقرب ربنا في مكانه حب الجماهير ويعشقه. حب الجماهير بتجري. حب الجماهير تساوي ايه؟ لا ملهاش هل تساوي فلوس؟ ملهاش اي ذكرى يعني. البني ادم بعد كده لما ياخد اللي هو عايزه بعد كده الناس بتفتكره زي كابتن طه اسماعيل كده. لما بنيجي نقول حب الجماهير ملوش ميزانيه نقعد نفكر، مفيش اي حاجه هتطب على حب الجماهير ابدا طبعا. فنتمنى لهم والله بجد يعني نتمنى، وتبقى الحاجات دي كلها بالذات في النادي الاهلي كلها في اوض مغلقه وتتحل وتخلص بسرعه. طول عمر النادي الاهلي كده وبصراحه لقيت ربنا على كده كابتن ميكي. الشكل كمان الشكل اللي بيفكرنا بيه كابتن محمود الخطيب بالنادي الاهلي الجميل كده زي ما احنا لو قلنا بص يا كابتن ميكي لو قلنا محمد صلاح، محمد صلاح كان فين؟ وكان راضي باللي هو فيه وساعة راضي دايما راضي وساعة وكل لما بيروح حته ربنا بيديله، حتى لما توفقش فتره لما قعد في نادي ما بيلعبش شيلسي. ينزل خمس دقايق رضي وبعد كده ربنا كرمه لانه بيحمد ربنا. دلوقتي ما شاء الله ربنا يزيد ويحافظ عليه لانه بالنسبه لنا محمد صلاح ثروه، حاجه جميله، ثروه قوميه رياضيه، فعايزين نحافظ عليه وربنا يبعد عنه الاصابات ويكمل ان شاء الله ونشوفه من اللعيبه الكبار قوي. اكيد اكيد. يعني تعالى كابتن نروح للاهلي النهارده. الاهلي النهارده لعب مباراه وديه كسب خمسة. تمام. كسب خمسة. يعني كان مكسب. كنت أنا بتكلم مع أمير هشام قبل ما حضرتك تنورني وتشرفني هنا. 5-1. وليد سليمان وميدو جابر. يعني ماتش كان حلو جدا. وإسلام محارب الهدف الأخير قدام حضرتك ده. ده المعسكر. فشايف شكل المعسكر إزاي؟ شايف كالتيرون بدا يبقى له انياب كده، يعني عايزين نقول انياب مع النادي الاهلي. ايه رايك؟ بص يا كابتن ميدو، اجمل حاجه ان اللي انا مبسوط فيها ان المدرب الاجنبي لما جه في فتره طب استاذن حضرتك كابتن. لا اتفضل اتفضل كابتن ميدو. يعني خبر لجماهير النادي الاهلي، الاهلي يعلن ضم مدافع مازيمبي لمده موسمين. اعلن محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الاهلي التعاقد مع سليف كوليبالي مدافع نادي مازيمبي الكونغولي ومنتخب مالي لمده موسمين قادمين. حضراتكم كنتم متابعين ردود الافعال على السوشيال ميديا والمدافع، الناس بتتكلم، لسه هنشوف المدافع قدامنا، لكن كالتيرون عارف المدافع ده كويس جدا عشان كده تمسك بوجوده. فالاهلي بيعلن رسميا ضم مدافع مازيمبي لمده موسمين. زي ما قلت لحضراتكم محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي اعلن عن تعاقد النادي الاهلي مع سليف كوليبالي مدافع نادي مازيمبي الكونغولي ومنتخب مالي لمده موسمين قادمين. السن عمره مكان مقياس يا جماعه، السن عمره مكان مقياس. بالعكس انا شايف ان ده المدافع على الشمال قدام حضراتكم مع باكا ومع حسين عبد الدين. شفنا لعيبه يا كابتن ميدو في روسيا 37 سنه بيلعب كاس عالم. بالظبط، ده 30 سنه قمه العطاء الكروي يا جماعه، من 30 ل 34 سنه و 35 ولو انت عايز تقول 36 كمان. فمش عايزين الكلام ده، عايزين نكون ورا لاعبتنا. لعيب مهم جدا ان شاء الله يكون اضافه، لعيب بيتميز بقوته والتحاماته القويه جدا على الكوره مش على الخصم، بيلعب العاب الهوا بصوره كويسه جدا، احرز اهداف قبل كده. ان شاء الله يكون اضافه قويه للنادي الاهلي يا كابتن فوزي. اتفضل. كنا بنتكلم كلامنا يا كابتن ميدو بالنسبه للمدرب الاجنبي، احلى حاجه مستر باتريس كارتيرون ان هو جه في فتره النادي الاهلي كان منهي الموسم خلاص. بالظبط. جه في فتره اجازه. بالظبط. خد اللعيبه في معسكر. كان من كابتن محمد يوسف طبعا بنحييه طبعا وبنبارك له، وكابتن مصطفى كمال وكابتن سامي قمصان وكابتن حسين عبد الدايم وكابتن محمد فضل مدير التعاقدات، يعني كل الناس ما شاء الله ولاد النادي. حاجه جميله. فحاجه جميله جدا، وبداوا معسكر في اسكندريه وبعد كده لما جه مستر كارتيرون ان خدوا معسكر وطلعوا بيهم في كرواتيا، عشان كده انا بقول لك هنشجع كرواتيا. يبقى وشنا حلو عليها ان شاء الله ويكسبوا. وش حلو على النادي الاهلي ان شاء الله عشان يكسب ماتش افريقيا الجاي برضه. حرام تخرج، بس هنتكلم عن كاس العالم ان شاء الله. اتفضل. يعني فبالنسبه له حاجه جميله جدا. اللعيبه الميزه يا كابتن ميدو اللي جايبين مدرب بعد ما كابتن حسام طبعا ادى الواجب اللي عليه وبنحييه برضه، ان بدا مع اللعيبه وشاف اللعيبه اللي موجوده ما بتلعبش. فاللعيب لما بيحس ان في مدرب جديد موجود
وهيتفرج عليه، فبيأدي بيطلع كل اللي عنده، بيحاول يثبت وجوده. يمكن كان مثلا كابتن حسام مثلا كان حطه بس ايه مش من ضمن، هو دلوقتي بيسعى عايز يبقى لعيب، عايز يوري المدرب الاجنبي اللي موجود انا اهو. فطبعا اللعيب اللي بيأدي ومش بيأدي بقى ماتش او شوط او يأدي طول الموسم. نتمنى كده يا كابتن. احنا دلوقتي شفنا لو بنتكلم على كاس العالم يعني حته صغيره كده بقت تعتمد على القوه واللياقه البدنيه نمره واحد، اللياقه والقوه الجسمانيه بالظبط، السرعه واللعب الجماعي، السرعه تغلب الموضوع ده على اللعب الفردي بالزبط. اللي هو مثلا النجوم الكوره رونالدو وميسي ونيمار يعني شفنا ان اللعب الجماعي لاي فرق، شفنا السنغال، شفنا نيجيريا، شفنا تونس، شفنا المغرب. اللعب الجماعي ما بيعتمدش على دلوقتي في لما شفناه في بطوله كاس العالم، عشان كده النتائج غريبه جدا. الناس بتقول لك احنا دلوقتي الانديه اللي احنا كنت مترشحه طلعت معظمها طلع اللي هي اصحاب اللي هم النجوم بتاعتها بالظبط، برازيل الارجنتين البرازيل يعني فرق جميله جدا. والبرازيل يعني كان كنت قاعد بتفرج في وسط ناس كتيره جدا ماتش البرازيل، تحس الشعب المصري بيشجع البرازيل برضو، احنا حبنا للبرازيل ولزعله جدا لما برضو البرازيل، بس برضو الفرقه الثانيه لعبت جميل جدا، بلجيكا لعبت يعني. فهي الكره دلوقتي خلاص هم لعبوا شوط الدوله، لعبوا شوط هنتكلم كاس العالم. عشان كده كابتن ميدو قصدي ان لعيبه مصر او لعيبه النادي الاهلي بالذات، انت مع الراجل الاجنبي المدرب الاجنبي الجديد مع المدربين الموجودين المصريين طول السنه انت موت نفسك، سواء تدريب سواء ماتشات، سواء ماتشات حبيه، اقعد على الدكه، اقعد في بتلعب في الملعب، ادائك هو اللي هيخلي الراجل دلوقتي هو شافكم كلكم بيتفرج عليكم كلكم وشاف الماتشات اللي قبل كده وهو متابع، كان عارف النادي الاهلي وعارف جماهيريه النادي الاهلي وعارف ان النادي الاهلي بيلعب على بطوله، مش مثلا بيلعب ماتش ويكسب ماتش ويتغلب ماتش ويتعادل ماتش، لا الراجل عارف جاي النادي الاهلي شعبيته الكبيره، هو جاي عارف مين النادي الاهلي. فاللعيبه اللي موجوده احسن لعيبه موجوده في مصر، اللعيبه اللي كانتش بتاخد وقت كبير في الملعب لان احنا اتفقنا ان مفيش لعيب اساسي واحتياطي، البدل اللي لبست الفانيلا الحمراء موجود في اي وقت هتنزل كابتن ميدو، ادي والتوفيق ده بتاع ربنا أكيد. ممكن تلعب 10 دقايق، ممكن تلعب 5 دقايق تطلع نجم المباراه أكيد. تحرز هدف تكسب الفرقه اكيد. فدي ميزه ان المدرب الاجنبي جه في فتره وشاف اللعيبه واخدهم في فتره اعداد اللي احنا كنا بنطالب بيها، حتى كنا بنطالب اي مدرب لما بيجي يمسك بدايه الموسم ياخد وقته، ادي له بقى فرصته بالظبط، وبعد كده احكم عليه بقى كابتن ميدو بالظبط. يعني زي ما قلت لحضرتك كابتن فوزي النهارده قابلنا كرانسودار الروسي وكسبنا 5-1. عايز اقول لك تشكيله الفريق اللي بدا بيها كالتيرون النهارده، وقول لي رايك ممكن يبدا بيها بمباراه تاونشيب المهمه جدا يوم 17 القادم ان شاء الله. كان سعد سمير بدا، محمد الشناوي طبعا في حراس المرمى، وسعد سمير وايمن اشرف كاثنين مساكين، وعلي معلول واحمد فتحي في خط النص، كان مع عمرو السوليه وحسام عاشور كاثنين ارتكازين قدامهم، وليد سليمان ومؤمن زكريا وجونيور اجاي، ثلاثه تحت الفرود اللي هو صلاح محسن. شايف ان دي تشكيله مثاليه ولا هيبدا يفكر كالتيرون بعد عوده وليد ازارو ورفض نادي الاهلي موضوع احترافه ورفض بات واغلق الملف تماما، هل ممكن يبقى لوليد ازارو دور في الفتره المقبله ولا يعتمد على الموجودين؟ هيهمه جدا الماتش الاولاني اللي جاي له الافريقي اكيد تاونشيب ده يعني مهم جدا، هو مركز جدا عشان كده هتلاقيه بيلعب باللعيبه اللي هو هيبدا بيهم الماتش يعني هو مركز على دول ومعاه طبعا اللعيبه الباقيه طبعا أكيد. ممكن اي لعيب لا قدر الله يحصل له حاجه اتصاب اجهد اي حاجه، لكن هو مركز على ان ميزه ان هو كنا بنطالب كده ان احنا عايزين نلعب الماتشات الحبيه باللعيبه اللي انت هتلعب بيهم، فانت دلوقتي عملت لازم الماتشين الحبيين والماتش اللي هيجي هنا هيلعبوا في اسكندريه برضو هيلعب بنفس التشكيل على اساس يشوف التجانس بين اللعيبه، واللعيبه دول كلهم بيلعبوا مع بعض وعارفين بعض، لعيبه مش جديده كلهم مع بعض وعارفين بعض، وده التشكيل يمكن الاساسي بتاع النادي الاهلي اللي كان متواجد في فترة الموسم اللي فات، فده يمكن كل اللعيبة ما شاء الله يعني اللعيبة واللعيبة اتحضرت كويس جدا، فترة الإعداد بتاخدها بتراوي وبيلعبوا ماتشات حبية وداخلين على ماتش مهم جدا جدا بالنسبة للنادي أكيد الأهلي أكيد ماتش الأفريقي أكيد، فنتمنى لهم إن شاء الله. وأنا شايف إن هو التشكيل اللي عامله والمكسب النهارده بتاع يعني انا مش بحكم على المكسب طبعا لان ما شفناش الفرق اللي بيلعبها النادي بالزبط الاهلي بالزبط، لكن نتيجه حلوه نتيجه اطمئنان للمدرب، اطمئنان على اللعيبه بتاعته اللي هدافين الماتش، يمكن مش عارف مين
اللي احرز اهداف وليد سليمان احرز هدفين، احنا دخل فينا هدف في الاول أوه. بعد كده وليد سليمان احرز هدفين، وميدو جابر احرز هدفين، واسلام محارب احرز هدف. جميل، يعني عندنا لعيبه بتقدر تهدف، دي اهم حاجه. ان اللعيبه يبقى ما يبقاش لعيب واحد اللي هو بيهدف، كل اللعيبه الموجوده اي لعيب بيبقى متواجد كابتن ميدو يقدر يهدف. بالظبط. وبدايه بصلاح محسن طبعا، لان مروان لسه راجع طبعا من لسه راجع من المنتخب، وازاره اعتقد انه مش هيبدا بيه. يعني اعتقد الفتره اللي فاتت دي واللخبطه اللي هو يعني اللعيب مش مركز. يعني لما يكون اللعيب خلاص وعايز يروح حته تانية هبدا بيه ازاي؟ الا اذا هو رجع وخلاص وقال لك انا يعني للعيب ازاره من اللعيبه اللي احنا شفناها وقلنا لعيب كويس، ولعيب كويس فعلا وهداف الدوري اللي فات. فنتمنى له التوفيق ان شاء الله، ودي فرقه جميله جدا، والاختيار بتاع مستر كارتيرون يعني ربنا يوفقه، ونشوف اداء للنادي الاهلي اداء جميل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني هنروح لفاصل وهرجع اقول لكم في حوار دار بيني وبين مدير التنفيذ نادي الاهلي الكابتن محمد مرجان عن اهميه تواجد الجماهير في برج العرب. ان شاء الله فاصل وهنرجع لحضراتكم على طول. حضراتكم من جديد. قبل الفصل كنت بكلمكم عن تصريحات للكابتن محمد مرجان مدير تنفيذ النادي الاهلي، مش تصريحات يعني، كان لقاء بيني وبين حضرته، فهو بيتكلم ان ضروره التواجد الجماهيري للنادي الاهلي في استاد برج العرب. اتكلم كمان معايا ان الاهلي او النادي عرض على مستر باتريس كالترون اللعب على استاد السلام او استاد برج العرب، وباتريس كالترون اختار برج العرب علشان ملعب كبير ويستوعب فكره مع اللعيبه اللي بيطبقوا دلوقتي في المعسكر الفريق الأوكراني. اتكلم كمان عن أهمية التشجيع، التشجيع المثالي للمشجع الأهلاوي اللي استوعب كل حاجة، وإحنا بصراحة ماشيين يعني حاجة جميلة جدا وصورة مشرفة جدا. تشجيعنا شكلنا، شكل النادي وشكل الإدارة، وبتشوف الإدارة بتتعامل مع المشاكل إزاي بالهدوء التام وهي في ظهر النادي، وأنتوا أكيد يعني حاجة جميلة جدا وحاجة في منتهى الروعة إن أنتوا تكونوا حامي فعلا النادي الأهلي. إن شاء الله تكون الجماهير الأهلوية على العدد المتاح اللي طلبه العميد محمد مرجان والكابتن محمد مرجان لطلب الأمن بزيادة الجماهير الأهلوية في استاد برج العرب، لو حتى 10,000 كمان، يعني نبقى مثلا 25,000. يا ريت يعني ياخد رأي الكابتن فوزي سكوتي بصفتك بقى يعني معانا بقى رجل شرطة كمان. أعتقد أنها طلبات مشروع، طلبات مشروعة، ونتمنى ظل الالتزام. وبعد ما شفنا كاس العالم والناس اللي موجودة في الاستادات والحاجات دي، أتمنى أن الأمن يتعاون مع الأندية والجماهير تحضر. يعني ماتش زي ده بالذات أنا أعتقد الجماهير متعطشة أن تحضر، تشوف النادي الأهلي، تشوف المدرب الجديد، تشوف الأداء بتاع اللعيبة بتاعته، تشوف الخطط زي ما أنت قلت، الفكر بتاعه، عشان كده اختار برج العرب. يمكن استاد السلام برضو جميل يعني، بس برج العرب اوسع واكتر وممكن يتحمل، ولعبوا عليه المنتخبات بالزبط. وجماهير النادي الاهلي اتعودت يروحوا برضو هناك، فاتمنى ان الامن يعني يا ريت الاستاد يتملي. استاد القاهره احنا المفروض كنا الاهلي تقدم بطلب رسمي استاد القاهره، لكن استاد القاهره دلوقتي يعني في صيانه، قالوا الارض بقى استاد عالمي، مواصفات عالميه، ان شاء الله يكون بهذه المواصفات. عشان الاستاد كده بقاله فتره، يعني بقاله فترة ما حدش بيلعب عليه، كان المفروض خلينا نقول ان هم فعلا بيخلوا الاستاد شكله علني، ان شاء الله يوصلوا للمرحلة. نتمنى يعني احنا ادينا اتفرجنا على الاستادات وشفنا الملاعب وشفنا الالتزام الجماهيري من جميع الاجناس. يعني فنتمنى ان احنا جمهور يعني النادي الاهلي بجد، النادي الاهلي بيفتقد جمهوره اللي احنا بنقول بعد ربنا طبعا نمرة واحد جمهور النادي الاهلي، مرعب الاندية خصوصا افريقيا كمان. يعني احنا ما كنا بنلعب والله العظيم كان اللعيبه بتقول لك انتوا احلى ما بننزل انتوا بتكسبونا بالجمهور اللي موجود. بالظبط مرعب الرجه اللي بتحصل، الهزه اللي بتحصل، التشجيع اللي بيخلي روح اللعيبه عاليه جدا، ياكل النجيله زي ما احنا بنقول، ياكل النجيله بالزبط. وكل لعيب عارف بيأدي ازاي والجمهور بيرحب بيه ازاي وبيشجعه ازاي وبيقفوا جنبه. فاتمنى ان الامن فعلا، يعني انا لو انا مسؤول من الامن العب الماتشات ويبقى فيه تعليمات تحذيريه جامده جدا. رادع والجماهير اللي تعمل حاجه. وانت يا ريت بقى تعرف كابتن ميدو
ان يبقى متواجد في وسط الجماهير دي. فعلا الناس بتحب النادي الاهلي. اي حد اي حد يخرج عن الاطار يتجاب يتحاسب. ودي حمايه يا كابتن علي، والكاميرات تصور، ودي حمايه عايزين نوضح الحكايه دي. وبستعين بستعين بجماهير النادي الاهلي للعاشقين للنادي الاهلي. ادينا شفنا امبارح الاعلام بتاعه الالتراس والحاجات دي كلها بتتحرق خلاص. يعني دلوقتي انت بتحب النادي بتاعك، هل عايز تاذيه؟ هل عايز ولا عايز تشجعه؟ انا بتشوف اسر واولاد وستات ورجاله والشباب بتاعنا كله عايزين يروحوا يحضروا الماتشات. اكيد يا كابتن، ادي له الفرصه. عايز اوضح الجزئيه بتاعت حضرتك اللي حضرتك اتكلمت فيها، وانا دايما بوضحها لحضرتك عشان ما حدش يعني انا بتكلم من ناحيه الامنيه يعني يسيء الفهم. يعني ايه الجاب؟ لما الجاب اللي هو بيعمل عايز يعمل ازمه، ده حمايه لحضرتك وحضرتها اللي بيتفرجوا على ماتشات الاهلي، وحمايه اكيد كمان لما حد يبقى مثال ان هو يبقى حاجه طلع بره الالتزام او طلع بره الخط اللي احنا حاطينه في خط احمر، لا خلاص انت كده مش هينفع خالص عشان احمي الناس اللي جنبك. احنا شفنا النادي الاهلي في ماتش مونانا الدنيا كانت ماشيه جميله جدا جدا لغايه الاحداث اللي حصلت في النت كله. احنا قلنا ان هي اكيد مش جماهير اهلاويه، خرجوا بره السياق تماما، وبناء عليه رجعنا تاني نلعب في برج العرب. طيب بس اللي انا عايز افهمه، احنا ماشيين برادع تمام، اللي هو انت معايا كويس تمام التمام على دماغي، طب انت مش معايا يبقى في رادع تمام. طب ليه ما نكملش؟ يعني ليه ما نكملش بقى كده؟ نكمل. طيب ده اللي بتكلم فيه. يعني احنا ليه ما نقلنا ماتشاتنا من استاد القاهره عشان اللي حصل فيه في مباراه مونانا، ورحنا لعبنا بره استاد القاهره لما ممكن نكمل وخلاص، وبعد الماتش الناس اللي هم المشاهبين دول راحوا واتجابوا وحصل عليهم عقاب فالدنيا ماشيه كويس. هي فكمل هي بقى كمل يعني، لانها خطوه يعني بخطوه. لكن انا بقى خطوه ليه؟ لو انا مسؤول في الامن انا بجيب الناس دي وحاسبهم حساب فعلا، حساب لانه غلطوا كسروا ورموا وعملوا. انت بتضر النادي، انت بتاذي ناديك وبضر الجمهور نفسه يعني، ان هو بيحرموه ان هو يحضر. يبقى دول ناس مدسه، يبقى ده مش جمهور النادي الاهلي يا كابتن بالظبط. دي ناس مدسه. الناس المندسه دي في وسط الجماهير بتاعتنا الجميله الحلوه اللي بتحب النادي الاهلي اللي بتخاف عليه، لان عمري ما شفت واحد من جمهور النادي الاهلي هيضرب لعيب. اللي بيحب النادي الاهلي عمرها ما شفناها ان هيرمي طوبه على لعيب، هيرمي ازازه بالظبط. ده راجل، دول مجموعه مدسين وعارفين امتى يسيروا الدنيا. وطبعا يبقى احنا متفقين بقى يا كابتن ميدو، انت دلوقتي الكاميرات والحاجات دي والناس قاعده من جماهير النادي الاهلي محطوطين في وسط الناس دي تمام. اول ما تلاحظ ان المجموعه دي بتتجمع، ما بيتجمعوا وبيستنوا فرصه يروحوا يبتدوا ايه يسيروا الدنيا. لا انا في الحته دي بيتحوطوا في ثانيه يا كابتن ميدو، بيتحوطوا في ثانيه، تعالى 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 ويلا خلاص بالظبط. ده انت ريحت الدنيا. انا كنت بتفرج يا كابتن ميدو، من ضمن الحاجات الواحد بيتعلمها طبعا في حياته، وهنفضل نتعلم زي ما بنتعلم في كاس العالم واحنا قاعدين دلوقتي واحنا مدربين واحنا بطلنا، تقعد تتفرج وتشوف اداء كل واحد. حصل مشكله في تقريبا في انجلترا او المانيا، في نادي من النوادي الكبيره هبط الدرجه ثانيه، فاضل على الماتش قد ايه يا كابتن ميدو؟ ثلاث دقائق. الجماهير عملت ايه؟ اللي هو خلاص النادي هيهبط، رموا بقى حاجات جامده جدا، صواريخ وحاجات بدرجه كلها بقت سودة يعني. الحته ناحيه الجون بقت كلها سودة. لقينا يا كابتن ميدو في ثانيه ثلاث صفوف من العساكر تك 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 في ثانيه بالخوز والدرع ومعاهم الرادع تك 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 من نص الملعب اللي هو مواجه للي عمله الشغب تمام. دخلت مين بقى اللي بيتحكم في الكلام ده؟ وبعدين حصنه، دخلت حصنه، دخلت كلاب بوليسيه في ثانيه. والله يا كابتن ميدو انا قعدت اتفرج على المنظر وشفتها كذا مره، لان اتعادت كذا مره شفتها في خمس دقائق بالظبط. كان مأمنين الناس اللي كانت بترمي وولعت وعملت وبتاع، طفت خلاص، دخلت الناس جابوا الناس دي خدوها. مين بقى اللي بيتكلم بقى؟ الحكم. الحكم راح مصفر لما لقى الدنيا هديت، وفضل ثلاث دقائق. كان ممكن خلاص كان ممكن اقول لك خلاص ويطلع والفرقه هبطت. صمم ان الثلاث دقائق اتلعبوا، وهو اللي طلع العساكر قال لك طلعوا. روح طالعين ايه يا كابتن ميدو؟ في ثانيه الصفوف برضه. الناس دي ما كانتش في الملعب، اللي انا مدربين يعني اللي احنا كنا قلناه واحنا موجودين، كنا قلنا ان يمكن بنساعد احنا كرياضيين وكظابط شرطه ولواء شرطه ان احنا يعني نخدم الرياضه اللي احنا بنحبها بالظبط، ان انا ما احطش العسكري او الظابط مواجه للجمهور. الناس دي تقعد بره مستريحه مجهزه ان في اي حاجه شغب هيحصل في ثانيه
بدخل احمي اللعيبه واحمي الدنيا واحمي الفريقين واحمي الجمهور نفسه. الجمهور ده بقى كمان بالظبط بيتحوط غير الناس اللي احنا بنشوفها زي كاس العالم شفنا في الماتشات اوروبا كلها. الناس اللي واقفه دي كلها مأمنه برضو. هل واحد يقدر احنا شفنا واحد كان رايح لرونالدو رايح يحييه في ثانيه كان متجاب بالظبط. عارف يا كابتن وبيتاخد بقى يا كابتن ميدو معلش اتفضل اتفضل رادع مفيش حاجه تيجي تاني الاستاد هتتحرم لمده سنه بالزبط. مش هتخش وبيتحط بقى على طول بالزبط. على الكمبيوتر تك تك. فاحنا نتمنى ان الحاجات دي ان احنا نعملها وما نخافش خلاص بقى ما نخافش لان انا يعني بعشق ان انا اروح الاستاد كلنا. مروان ابني بيقول لي يا بابا انا عايز اروح الاستاد كلنا عايز اروح برج العرب كلنا. انا لما بلاقي مطمن روح روح وادخل واقعد واحضر وشجع الفرقه وتعال واخد بالك كلنا احفادنا لما برضه عايزين يروحوا يتفرجوا يبقى انت مطمن حد عمل حاجه عارف ان هيتامن يبقى كده. والنادي بقى اللي هو جمهوره يصمم ان يعمل حاجه بقى كده امنع جمهور هو احنا كابتن النادي بس اللي هو عمل حاجه. انا معاك ومتفق مع كلامك تماما وكلام بتاع حلو قوي يبقى رادع بالظبط. بس انا عايز حاجه على كلام حضرتك ان احنا بس ننقل المفهوم او نوضح المفهوم. المفهوم يا جماعه ان احنا يعني القيادات توضح ان احنا بنمنح ميكو احنا مش جايين عشان نفرض عضلاتنا والله بيعملوا لا احنا جايين عشان نحميكوا انتوا من اقليه ممكن تعمل زوبعه من غير اي لازمه ممكن تعمل فتنه من غير اي لازمه ممكن تعمل شغب من غير اي لازمه وشفنا قبل كده كتير. فالمفروض المفهوم يدخل جوه العقل المشجع ان انا بحميك ده الضابط. لو المفروض دخل يا كابتن خلاص خلص الموضوع. الضابط بيروح من صباحيه ربنا والعسكري بيروح من صباحيه ربنا والفرد بيروح من صباحيه عشان يامن لك يامن دخولك بالزبط. فهو خايف عليك هو مش رايح عشان ده المفروض نوصله للناس. الناس عارفه كده ان ده انا بالعكس وانا معدي لما الاقي مثلا ضابط واقف اسلم عليه عسكري واقف اسلم عليه اشكرك. يحس الضابط يحس العسكري ان المجهود اللي بيعمله ده رايح لك الماتش الساعه 8 بالليل وانت ده رايح من الساعه 12 الظهر او الساعه 11 الصبح بيروح عشان يستناك والماتش 8 بالليل والماتش الساعه 8 بالليل بالظبط. فهو رايح هو سوق فهم خدمه سوق فهم بس وانا ومفيش بيني وبينك ان انا اتعامل معاك ليه ولا بتاع الا لو خرجت عن النص يبقى هنا في القانون هو اللي بيتعامل بيني وبينك بتعامل بالقانون وبتخرج عن النص. انا دايما بسمع الحته دي بتخرج عن النص فانا بحمي غيرك منك بس انا بحمي غيرك منك ترمي تولع نار تعمل شماريخ ده كل الكلام ده انت خرجت عن النص خلاص بالظبط. ويبقى الرادع موجود وخلاص يعني عشان وقتنا نتمنى بس يا كابتن ميدو الجمهور يرجع ان شاء الله. جمهور الاهلي هو روح الكوره وحلاوه الكوره في اي ماتشات بجد بامانه يعني الجمهور الاهلي مرعب. لكن ينزلوا يلاقوا الاعلاميين قاعدين بس و20 30 واحد الواحد انت كمتفرج بتزهق نفس اللعيب انت يا كابتن ميدو لو ما حدش بيتفرج عليك انا بقول لك كمان المتفرج تخيل بقى اللعيب اللعيب لا ده اللعيب ده هو روحه نروح فنتمنى ان شاء الله الجمهور بيطلع حاجه من اللعيب ما فيش حد يعرف يطلعها منه غيره. ونتمنى للفريق النادي الاهلي بجد يعني ان شاء الله التوفيق في يوم 17 ان شاء الله ونتفرج على الاستاد يبقى مليان استاد برج العرب. يا رب نفسي والله. وانا حاسس ان اللعيبه برده يعني عايزين يردوا اعتبارهم برده اكيد اعتبارهم محفوظه يا كابتن. لا سوري مش قصدي لا انا عايز يفرحوا هم تملي اللعيبه كده سيبك بقى من اي حاجات بره. اللعيب بيبقى نازل الملعب عايز يفرح الجمهور اكيد زي ما انا بقول لك كنا بنقعد ولاعب النادي الاهلي تحديدا يقول لك احنا عايزين نفرح الناس النهارده بالظبط يعني قبل ما هو يفرح عايز يفرح الناس. فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله كمان. يعني اخر حاجه كده في دقيقه الجدول ايه رايك في الجدول؟ الجدول لا الاهلي عنده يعني بدايه شريفه ودي كويسه يعني ايه تاون شيب اسماعيلي مصري يعني اسماعيلي مصري الاسماعيلي كان الثاني المصري الرابع اللي الدنيا يعني ما فيش ماتش لان الفرق القويه اللي هي بتنافس على الدوري ما تفرقش معايا لاعب الاهلي يلعب الاسماعيلي يلعب الاتحاد يلعب الزمالك امتى فين ده فرقه بيلعب على بطوله. فماتش النهارده ماتش بكره ونتمنى لهم التوفيق باذن الله يا رب. يا رب يعني يا كابتن الوقت بصراحه عدى معاك بسرعه. انا عدى معاك يا ميدو وانت مستمتع بوجودك دايما عامل زي ماتشات كاس العالم ربنا الوقت بيجري بسرعه ربنا يخليك. مين ياخد كاس العالم بقى؟ بص انا اقول لك بسرعه كده يعني فرنسا وبلجيكا ما بقتش تعرف مين اللي يكسب يعني ممكن تلاقي بلجيكا تكسب كرواتيا تكسب يعني مع انجلترا يعني وانا حاسس كده ان ممكن بلجيكا وكرواتيا يقابلوا بعض ممكن بدل شفنا اللي حصل قبل كده انا اعتقد كده وده بقى في علم الغيب انا بس متوقع كده. نورتنا وشرفتنا كابتن ميدو حبيبي دايما ربنا يكرمك ونتمنى للفريق الاهلي ويا رب عائله الاهلي كلها بخير ان شاء الله يا رب. يا رب دايما عائله الاهلي دايما بكل الخير وفريق الاهلي بكل الخير والجماهير الاهلاويه بكل الخير. تشرفوني وبتنوروني دايما ومع الف سلامه.